السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نبدأ مع بعض الكورس الكيمياء العامة كيم 102 في السمر إن شاء الله، وأتمنى للجميع التوفيق بإذن الله تعالى. ده الكونتاكتس اللي أنت ممكن أنت تتواصل بيها يعني معايا وكده إن شاء الله. أنا اسمي أحمد الأقرع، أنا أستاذ في قسم الكيمياء، والمكان بتاعي في مبنى الكيمياء الجديد روم 80. لو حد حب إن هو يتواصل معنا في الساعات المكتبية أو حاجة تحت أمركم إن شاء الله. المنهج عندنا يعني ببساطة شديدة إحنا بنكمل المقدمة على الكيمياء العامة اللي الناس درستها في كيم 101. الناس درست خصائص العناصر وحاجات زي كده في الكيمياء العامة 1. احنا في كيم 102 مهتمين ان احنا ندخل ديبر شوية في الماتيريالز وخصائص الماتيريالز والتفريق بين الديفرنت ستيتس، ها، وهنبدأ نخش يعني ايه يعني ديبر شوية في الفيزيكال كيمستري. هنبدأ ان احنا نتعرف على جزء من الثيرموداينامكس اللي هو يعني متعلق بالكيميكال رياكشنز ثيرموكيمستري. هنتكلم على الايكوليبريم والكونسبتس بتاعتها، وبعد كده يعني هنتطرق لموضوعات عده يعني تتعلق بايه بالكيمياء العامه وهكذا. ده الريفرنس اللي احنا يعني في العاده ان احنا بنستخدمه، الكتاب بتاع زومدال كيمستري او السنترال ساينس بتاع براون، وفي مذكره هنا في قسم الكيمياء برضو لو انت حبيت ان انت تطلع عليها او كده. بالنسبه للتقييم بتاعك بيبقى في عندك ساعتين امتحان، ده الفاينل اكزام بيبقى عليه 60 درجه، وعندك امتحان ميد تيرم ده بيبقى عليه 10 درجات، وبالاضافه الى 30 درجه اللي هم بتوع الايه بتوع المعمل اللي هتاخدهم، ده التوتال بتاعهم 100 درجه. طبعا يعني يو ار سبوزد ان انت ايه تحضر الليكشر وكده ولا يتعدى نسبه الغياب بتاعتك 30%. كويس. بالنسبه للكونتنت يعني ببساطه ان احنا نتكلم يعني اول ليكشر ديت على الميجرمنتس، ازاي ان انت يبقى عندك قياس، القياس دوت يبقى ريزنبل ريلايبل سيجنيفيكانت اما تيجي تقيس حاجه، وايه اليونتس بتاعتها اللي انت ممكن ايه تستخدمها. وهنتكلم على ديفرنت بروبرتيز للماتيريالز بقى، البريشر التمبريتشر، ازاي ان انا احول بين الايه اليونتس ديت واليونتس ديت وهكذا. بعد كده هنخش على الستيتس اوف ماترز، هنتكلم على الجازز لوحديه، بعد كده هناخد الليكويدز والسوليدز، الاثنين دول مع بعض بسميهم الستيتس اوف ماتر، بعد كده هنتكلم على الثيرموكيمستري والسوليوشنز والكيميكال ايكوليبريم والايونيك ايكوليبريم دوت في الاخر. النهارده الكلام معانا على الستيت كونفرجنس وعلى السيكيومتري في الكيميكال ايكويشنز وعلى اليونتس والبريسيجن والسيجنيفيكانس فيجرز، ها، والدايمنشن اناليسيز، وبعد كده هنتكلم على الليميتنج رانج. ان شاء الله نحاول باذن الله سريعا ان احنا نغطي التوبكس ديت ايه النهارده باذن الله تعالى. الكيمياء في الـ يعني في العموم بتهتم بدراسه المواد. دراسه المواد ايه هي الماده؟ الماده هي اي شيء يشغل حيز من الفراغ وله ايه؟ وله anything occupying a space and has a mass. This is a matter, a material. ها؟ كويس. طيب الماتيريال ديت احنا يهمنا ايه فيها في الكيمياء؟ ازاي تعملها سينسز، ها، ازاي ان انا اخلقها، ازاي ان انا ادرس البروبرتيز بتاعتها، ها، البروبرتيز بتاعتها يعني لو حطيتها في سيستم معين مثلا ها تتغير ازاي، تتعمل ازاي، انتراكت ازاي، ها، هي الفيزيكال بروبرتيز بتاعتها الظاهريه، الكيميكال بروبرتيز بتاعتها، الماجنتيك بروبرتيز. يعني يمكن في الكيمياء مش بنهتم قوي بالماجنتيك بروبرتيز، لكن برضه ستيل يعني عندنا انترست فيه. اي بروبرتيز للماتيريالز الكيمياء ممكن انها تكون ايه مهتميه بيه.
بعد كده ممكن ندرس كمان الرياكتيفيتي بتاعه الماتيريال ديت. لو هي اتحطت في انفايرمنت معين هل تتغير الماتيريال ديت؟ هل تعمل رياكشن ولا متى؟ طب لو عملت رياكشن اقدر ان انا ابطئ الرياكشن دوت او اقدر ان انا اسرعه؟ ده علم تاني اللي هو بتاع الكيميكال كينيتكس او الكاتاليسيس او الانهيبيشن بتاعه الايه كيميكال رياكشنز دوت. كل الحاجات ديت المفروض ان الكيمياء بتهتم بيها. طب الماتيريالز من حيث خصائصها بتعتمد على ايه؟ تعتمد على التركيب بتاع الماتيريال نفسه، التركيب بتاع الماتيريال ها، والارنجمنت بتاع الماتيريال دوت في السبيس. لو انا بصيت عندي هنا كده هتلاقي ان انا عندي ايه سيفرال ماتيريالز ها، ممكن تكون بتتكون من نفس العناصر. يعني انا عندي هنا ايه هيدروجين واكسجين وكربون موجودين، دول ممكن اتنين منهم يكونوا كومباوند ها، وممكن الثلاثه كمان يكونوا شاركين في كومباوند على حسب النمبر اوف اتومز اللي داخله في الكومباوند دوت، وعلى حسب الارنجمنت بتاعت الاتومز ديت في الكومباوند دوت هتلاقي ان انت عندك في نيو كومباوند. انت عندك الجدول الدوري ها عدد العناصر فيه محدوده جدا، لكن الكومباينيشنز بتاعتهم ممكن تطلع ايه مليون ماتيريالز كويس. وسو فار احنا كل يعني ايه سنه بتنتج كميات هائله جدا من النيو ماتيريالز. كلها جايه منين؟ جايه من العناصر اللي فين؟ اللي في الجدول الدوري، بس بتتجمع مع بعضيها بشكل معين ها، بيحصل لها ارينجمنت في السبيس بطريقه معينه وهكذا، ده ينتج عنه مباشره ايه نيو ماتيريال. دولت كده بيكون الاكسجين اللي هو الغاز والميه والكربون ديوكسيد اللي هو الغاز عند الاتموسفير العادي اللي هو عند الروم تمبرشر. عندك الاثنين جلايكول ده ليكويد، الايثانول ليكويد، الاسبرين دوت ايه ده سوليد كويس. ها الاستيتس كمان ممكن تتغير بالكومباينيشنز ديت وبالارنجمنت دوت اه ممكن تتغير. طيب الكلاسيفيكيشن بتاع الماتيريال دوت يا شباب، الماتيريال ديت ممكن انها تبقى بيور ماتيريالز ها، ممكن تبقى ايه تبقى بيور سبستانسز ها، وممكن تبقى ميكشر من السبستانسز دي. بيور ماتيريال زي ايه مثلا؟ لو انت خدت ميتال معين ايرن مثلا ها، ده بيور ايرن كويس. خدت مثلا صوديوم هيدروكسيد، صوديوم هيدروكسيد ده هو كمان ايه ها ماتيريال، ماتيريال ما هوش ميكشر ولا حاجه. الماتيريالز ديت بقى ايه ممكن انها تعمل ميكشر كمان معاها مع بعضها. يعني مثلا صوديوم هيدروكسيد تحطه مع ميه يعمل ايه؟ يعمل ميكشر، يعمل خليط دلوقتي كويس. فيبقى جنرالي احنا بنقسم الماتيريالز اما ان هي بيور او عندي ميكشرز كويس. بالنسبه للميكشرز ديت اما انها تبقى هوموجينيوس ميكشرز او تبقى هيتيروجينيوس ميكشرز كويس. يعني هل هي ممتزجه مع بعضيها الميكشرز ديت كويسه مع بعضيها كده؟ زي مثلا ايه الهوموجينيوس ديت؟ لو خدت مثلا ملح الطعام صوديوم كلورايد حطيته على الميه هيعمل ايه؟ هيعمل هوموجينيوس ميكشر. او خدت شوجر ودوبته في ميه هيكون ايه؟ هوموجينيوس ميكشر. لكن لو انت خدت مثلا الميه وحطيت عليها اويل هتكون ايه؟ هتعمل هيتيروجينيوس ميكشرز، يعني خليط غير ايه؟ غير ممتزج او غير متجانس مع بعض كويس. طيب بالنسبه للبيور سبستانسز، البيور سبستانسز هي كمان بتتقسم معايا لحاجتين، اما ان هي تبقى اليمنتال، اليمنتال زي ايه؟ زي الميتالز اللي احنا اتكلمنا عليها، يا اما تكون كومباوند. كومباوند زي مين؟ اتش سي ال ده كومباوند مش ميتال ولا اليمنت صح؟ زي الصوديوم هيدروكسيد كويس. ممكن ان الاليمنتس دي تتغير مع او تتحول للكومباوندز او الكومباوندز تتحول للاليمنتس باستخدام الايه كيميكال رياكشنز او كيميكال ميثودز كويس. طب بالنسبه للاليمنتس ممكن تبقى اتوميك زي السيلفر زي الجولد زي الليثيوم، او انها تبقى ايه موليكولار زي مثلا الايه الاكسجين. فدي بقى التقسيمه العامه للايه للماتيريالز اللي احنا بندرسها. لو انت جيت بصيت للخصائص بتاعت الماتيريالز ديت هتلاقي في عندي ديفرنت ماتيريالز، زي منها ما هو جاز ومنها ما هو ليكويد ومنها ما هو ايه ما هو سوليد بالشكل ده. لو انا حبيت اقارن للبروبرتس بتاعتهم الدينستي مثلا، مين اللي الدينستي بتاعته تبقى اعلى، الجاز ولا السوليد ولا الليكويد؟ السوليد صح. فبالتالي الدينستي بتزيد معايا في الاتجاه دوت كده صح كده، الدينستي بتزيد معايا. طبعا عندي بعض الاكسبشنز زي مثلا ميركوري، ميركوري ليه خصائص خاصه فالدينستي بتاعته بتبقى اعلى من بعض الايه من بعض السوليدز اللي موجوده، لكن جنرالي ها
الدنسيتي بتزيد معايا كل ما تنقل من الجاز الى الليكويد الى الايه الى السوليد. كويس. الدنسيتي بتزيد ها، وايه كمان الانتر موليكولار فورسز هي كمان ايه بتزيد معايا. كويس. لكن في العكس كده في الاتجاه الثاني من السوليد للليكويد للجاز اللي بيحصل الانتر اتوميك ديستانس والفوليوم ها بيزيد، او يعني لو انت بتتنقل من الجاز الى الليكويد هتلاقي ان الديستانس بتقل، صح كده؟ لو انا عندي جاز وبتحول الى الليكويد هتلاقي المسافات البينيه بين الايه بين الجزيئات بتقل، والفوليوم هو كمان بيجرى له ايه بيقل معايا. لازم يبقى انا في دماغي البروبرتيز ديت والاختلاف ما بينها وانا بتحول ايه وانا بتحول من الجاز للليكويد للسوليد. انواع الموشنز اللي موجوده عندي في الماتيريالز عموما في عندي ثلاث انواع اساسيه. اول نوع اللي هو ترانزليشنال اللي هو الهول موليكول نفسه ها بيتنقل بيسيب المكان بتاعه ويجرى له ايه يتنقل يحصل له موشن الى ايه الى ديستانس معينه. تاني نوع اللي هو الروتيشنال. الروتيشنال دوت بيحصل الهول موليكول بيعمل سبيننج حوالين الاكسس ان 3 دايمنشنز. الهول موليكول نفسه بيحصل له ايه بيحصل له روتيشن. في الحالتين دولت ها الحركه كلها بتكون ايه للهول موليكول. هول موليكول يا اما يسيب مكانه وينتقل كاملا يبقى دي ترانزليشنال، او ان يحصل له ايه سبيننج حوالين الاكسس بتاعه دوت يبقى اسمه ايه روتيشنال. كويس. النوع الثالث ان يحصل فايبريشن جوه الموليكول نفسه وزين ذا موليكول نفسه. كويس. والفايبريشن دوت ممكن يبقى مثلا ايه ستريتشنج للبونز، والستريتشنج دوت ممكن يبقى سيمتريك وممكن يبقى اسيمتريك ها في نفس الاتجاه او ايه او في نفس المود او عكس الايه عكس الاتجاهات مع بعضيها، وممكن يبقى عباره عن ايه عباره عن بيندينج ها. انواع كتيره قوي من الحركه اللي موجوده عندي. يعني انت لو جيت بصيت مثلا الديسك اللي موجود عندي ده قد تتخيل ان الاتومز اللي موجوده اللي على السيرفس ديت لا تتحرك ها، لا في عندي حتى في السوليدز انواع من الحركه، انواع من الايه من الحركه. ممكن ما تبقاش ترانزليشنال، ممكن ما تبقاش روتيشنال، بس ممكن تبقى فايبريشن. ممكن تبقى ايه ممكن تبقى فايبريشن. كويس. طيب لو انا جيت بصيت هنا عندي ايه الكاركترستيك بتاعت الماتيريالز، هي في الغالب بتعتمد على ايه؟ تعتمد على المسافات البينيه بين الجزيئات والانتر موليكولار فورسز ما بينها. طبعا احنا اتكلمنا في حاله الجاز المسافات البينيه ديت ايه اكبر ما يكون، اكبر ايه اكبر ما يكون، لذلك الانتر موليكولار فورسز هي كمان ايه اضعف ما يكون، اضعف ايه ما يكون. دول اهم حاجتين بيتبني عليهم الخصائص اللي موجوده ديت كلها اللي موجوده عندي. طب لو انا جيت بصيت مثلا للشيب بتاع الجاز، هل الجاز ليه شيب ليه سبيسيفيك فوليوم ولا بيملا الحيز اللي هو بيكون موجود فيه؟ بيملا يبقى هو ملوش لا سبيسيفيك شيب ولا سبيسيفيك ايه فوليوم. طب بالنسبه للليكويد، الليكويد يبقى له سبيسيفيك فوليوم لكن ملوش برضو سبيسيفيك ايه بياخد الشيب بتاع الاناء اللي بيتحط ايه اللي بيتحط فيه. كويس. طب بالنسبه للسوليد، السوليد ليه سبيسيفيك شيب وليه سبيسيفيك ايه سبيسيفيك فوليوم. كويس. دي خصائص عامه بنتكلم عليها. يبقى طب يبقى عندي الشيب والفوليوم اتكلمنا عليهم. طب بالنسبه للموشنز، الجاز عنده حريه للحركه رهيبه جدا، عنده ترانزليشنال مود شغال، عنده الروتيشنال شغال، عنده الفايبريشنال اللي هو كمان ايه شغال. كويس. الليكويد اقل منه، ممكن يغيب منه يعني بعض الانواع من الايه من الموشنز ديت. بالنسبه للسوليدز ايه النوع اللي هو السائد فيها الحركه ديت اللي هو الايه اللي هو الفايبريشن اللي هو الايه الفايبريشن. كويس. بالنسبه للكومبريسيبل الفوليوم زي ما قلنا ده السوليد ليه فيكسد فوليوم، الليكويد برضه ليه فيكسد فوليوم لكن الجاز ايه ملوش فيكسد فوليوم. طب بالنسبه للكومبريسيبلتي، كومبريسيبلتي الجاز عشان المسافات البينيه كبيره جدا اقدر ان انا ايه اضغطه. كويس. بعكس ايه بعكس السوليد لان هو اوريدي ايه مضغوط لاكبر مسافه، فبيبقى الضغط بتاع السوليدز ديت بيبقى ايه بيبقى صعب جدا او almost impossible. كويس. بالنسبه للكينيتيك انرجي، الكينيتيك انرجي يا شباب متعلقه دايما بالحركه، متعلقه بايه ها، لذلك هي دايما
ليها علاقه بالسرعه صح؟ ليها علاقة كل ما السرعه تبقى ايه؟ تبقى اعلى كل ما كينيتك انرجي تكون ايه؟ اعلى. فتتوقع مين اللي ليه كينيتك انرجي اعلى؟ الجاز ولا السوليد؟ الجاز، لان هو ايه؟ المودز اوف موشن بتاعته ايه؟ اعلى بكتير جدا، فيبقى هو دوت اللي ايه؟ اللي يبقى ليه اعلى كينيتك ايه؟ كينيتك انرجي. كويس؟ طيب بالنسبه للليكويد، الليكويد والسوليدز مع بعض يا شباب التو ستيتس دولت بسميهم الكوندنسد ستيتس او الكوندنسد فيسز. اما الليكويدز مع الجاز بسميهم الفلويدز. بسميهم ايه؟ يبقى انا لو قلت لك اي حاجه في فلويد ده معناه ان هو ايه؟ يا ليكويد يا ليكويد يا جاز. كويس؟ ده احنا ملخصين الخصائص هنا يعني في جدول تاني هنا، معظم اللي انا قلته موجود هنا في التيبلز ديت. ها بنضيف عليهم الفلو لو انت عايز تعمل للماتيريالز ديت فلو. ها طبعا الجاز هيبقى اسهلهم، ها والسوليد هيبقى ايه؟ هيبقى اصعب حاجه فيهم. كويس؟ لو بصيت للجدول الدوري يا شباب هتلاقي ان معظم الجدول الدوري عباره عن سوليد، ها وعندي كميه محدوده جدا من الايه؟ من الجازز اللي موجوده، ومتركزه معايا في النوبل جازز اللي هو اللاست كولم اللي موجود عندي هنا دوت، بالاضافه لكذا عنصر تاني منتشرين في الجدول الدوري دولت الجازز، ودولت اللي اتعمل عليهم الدراسات الاوليه لسهوله التعامل مع الايه؟ مع الجازز. الجازز ديت ممكن تبقى اليمنتال زي اللي موجود قدامي على الشمال ده، هيدروجين نيتروجين اوكسجين، ها وممكن تبقى ايه؟ تبقى كومباوندز زي الاتش اف مثلا، زي الايه؟ زي الاتش سي ال، الاتش بي ار، كربون مونوكسيد. كل ديت عباره عن ايه؟ عن ها موليكولار جازز. موليكولار ايه؟ موليكولار جازز. طيب بما اننا هنتكلم على الستيتس يهمنا نعرف الكونفرجنز ما بينه والاسماء اللي ايه بتطلق عليها. لو انا بحول من سوليد الى ليكويد ده معناه ان انا بعمل ايه يا شباب؟ البروسيس نفسها اسمه ايه؟ من سوليد الى ليكويد. ها صحصح بقى معايا كده. من سوليد الى ليكويد بعمل ميلتنج صح كده؟ طب عكس البروسيس ديت ها فريزنج. كويس؟ طيب لو انا من الليكويد رايح للجاز البروسيس دي اسمها ايه؟ فابورايزيشن صح؟ طب عكسها كوندنسيشن. كوندنسيشن. طيب امال التحول المباشر من السوليد الى الجاز دون المرور على الايه؟ على الليكويد ستيت ده بسميه ايه؟ سبليميشن. العكس بتاعه اسمه ايه؟ اسمه ديبوزيشن. اسمه ديبوزيشن. كويس؟ طيب يبقى السبليميشن لان دوت بيجي عندنا في المالتيبل تشويس، ها بيبقى يعني تعريفات وحاجات زي كده واختيارات منها، ها فالسبليميشن عباره عن الدايركت كونفرجن من السوليد ستيت الى الجاز ستيت وزاوت باسنج باي ذا ايه؟ ذا ليكويد ستيت. وعكسها طبعا ايه؟ الديبوزيشن هو الدايركت كونفرجن من الجاز الى السوليد دون المرور على الايه؟ على الليكويد، على الليكويد ستيت. حد عارف تعريف البويلنج بوينت يا شباب؟ درجه الغليان. ايه هي درجه الغليان؟ درجه الغليان هي درجه حراره صح؟ درجه حراره. عندها ايه اللي بيحصل؟ الفيبر بريشر بتاع الليكويد بيتساوى مع الضغط الجوي او مع الضغط الخارجي صح كده؟ هي ديت البويلنج بوينت. امال النورمال بويلنج بوينت تبقى ايه؟ احيانا بسالك على البويلنج بوينت وساعات اسال على النورمال بويلنج بوينت. النورمال بويلنج بوينت هي درجه الحراره اللي عندها على سؤالك درجه الحراره اللي عندها الفيبر بريشر بتاع الليكويد يتساوى مع ال1 اتموسفير. مع ايه؟ يعني لو الضغط الخارجي هو الاتموسفير هو ال1 اتموسفير في الحاله ديت بقى اسمها ايه؟ نورمال بويلنج بوينت. لكن ممكن ما يبقاش الضغط الخارجي هو الايه؟ هو ال1 اتموسفير، في الحاله ديت تبقى بويلنج بوينت ايه؟ عاديه. طيب الفريزنج بوينت او الميلتنج بوينت هي درجه الحراره اللي عندها الفيبر بريشر بتاع السوليد وبتاع الليكويد بيتساوي مع بعضهم، ولو انا عند ال1 اتموسفير يصبح اسمها ايه؟ نورمال فريزنج بوينت او نورمال ميلتنج بوينت. كويس؟ طيب كيميكال رياكشنز، ها ده جزء مهم جدا من المنهج بتاعنا وهيعتمد عليه كل الكيمياء اللي انت هتدرسها ان شاء الله من هنا لغايه ما
ما تتخرج كويس. والاستوكيومتري بتاعت الكيميكال رياكشنز دي مهمه جدا يا شباب، مبنيه على ايه؟ مبنيه على الماس كونسرفيشن، اللو اوف ماس كونسرفيشن او البرنسبل اوف ماس كونسرفيشن، اللي هو عباره عن ايه؟ مبدا ثبات الكتله، مبدا ثبات الايه. وان شاء الله لما تكبر وتبقى السنه الجايه في الثيرموداينامكس هتعرف ان الكتله ديت هي احد مصادر الطاقه، احد مصادر الايه. فالقانون الاساسي بتاع اللي هو الكونسرفيشن دوت هو بقاء الايه كمان، بقاء الطاقه. ها ما بنقول ان الطاقه لا تفنى ولا تستحدث ايه من العدم على السكيل البشري بتاعنا، ها دوت لان يعني you cannot create energy. بالظبط you cannot create برضو ايه ماس، ها you cannot create ايه ماس، وبالتالي الماس لا تنتج ولا ايه ولا تفنى. ها ده برضو في السكيل البشري، في السكيل البشري بتاعه. طيب ازاي بطبق الكلام دوت على الكيميكال ايكويشنز؟ لو انا عندي معادله زي اللي قدامي دي يا شباب كده، ها عندي CH4 بلس O2 بيديني CO2 بلس H2O. بص يا شباب ركز معايا على الايكويشن اللي قدامي ديت كده. اولا CH4 ده جزيء ايه يا شباب؟ ها جزيء ايه بسرعه قولي، ها جزيء ايه؟ الميثان، صح الميثان. خلي بالك الميثان دوت فاول، يعني ايه فاول؟ وقود. ها بيحصل له احتراق في وجود الاكسجين، زي ما انت في البيت كده بتيجي تفتح البوتاجاز في عندك غاز البروبان، ها بروبان بيطلع، ها في وجود الاكسجين بيحصل احتراق فيدي لك الطاقه، صح تفاعل اكسوثيرميك. تفاعل ايه يعني اكسوثيرميك؟ ها طارد للحراره، طارد للايه؟ للحراره. كويس. طب لو انا جيت بصيت كده ادي اي تفاعل احتراق ده اقدر اقول ايه؟ اقول ان الميثان بيحصل له كومباشن، بيحصل له ايه؟ كومباشن، يعني بيحصل له احتراق. يعني مش محتاج اقول لك انه بيتفاعل مع الاكسجين لما اقول لك انه بيحصل له احتراق، ها هو اوريدي انت عارف طالما قلت فيه احتراق يبقى الفاول زائد الاكسجين. ونورمالي البرودكتس اللي بتطلع عندي بتبقى ايه؟ بتبقى كربون دايوكسيد زائد ايه؟ زائد ميه. كربون دايوكسيد زائد لو الاحتراق دوت نظيف بيطلع ثاني اكسيد الكربون زائد ميه. يبقى انا لو جبت لك اي مثال وقلت لك احتراق مثلا غاز البروبان، ها النورمال كومباشن بتاع الايه؟ بتاع البروبان مثلا، انت على طول اوتوماتيك عارف رمز البروبان، تحطه في الايكويشن تجمع عليه ايه؟ زائد اكسجين عشان يطلع مين؟ ثاني اكسيد الكربون زائد ميه. ده كده يبقى انت عرفت تحط ايه الاساس بتاع المعادله بتاعتك، الاساس بتاع الايه؟ المعادله. يبقى ان انت تبص بقى للماس كونسرفيشن، الماس ايه؟ او الوزن بتاع المعادله. اجي ابص انا عندي هنا كام ذره كربون داخله معايا هنا في التفاعل؟ واحده. طالعه كام معايا هنا؟ واحدة كده تمام لغاية دلوقتي كده ايه؟ طيب داخل كام هيدروجين؟ طالع معايا قد ايه؟ 2 صح؟ طيب اجي انا مش هينفع يطلع 2 لازم يطلع كام؟ 4. اجي اقوم ماسح الاثنين ديت وكاتب مكانها كام؟ 4. حلو كده؟ ماشي كده انا صح ولا ايه؟ ماشي صح ولا غلط؟ ها؟ ماشي ايه؟ ماشي غلط. ليه ماشي غلط؟ لان انا ما عنديش اختيار ان انا اغير من طبيعه المواد اللي طلع. انا قلت لك الاحتراق الطبيعي بيطلع ايه؟ ميه وثاني اكسيد الكربون، صح؟ هل دي ميه؟ كده يبقى انا غيرت في الايه؟ في النيتشر بتاعه الماتيريال، في النيتشر بتاعه الماتيريال. ارجع تاني امسح ديت كده، يبقى انا ما عنديش اختيار ان انا اغير في طبيعه المواد بما ان انا عارف التفاعل ايه، عارف التفاعل ايه؟ ايه؟ صح كده؟ واضح؟ ده من البدايه. طب يبقى انا عشان اظبط الكلام دوت احط الاثنين ديت فين؟ هنا كده، صح؟ صح؟ اتفقنا، ماشي. طيب يبقى انا خلاص الكربون اتظبط والهيدروجين كمان ايه؟ اتظبط. اجي ابص على الاكسجين في هنا كام؟
2. وهنا في كام؟ ها هنا هنا ارجع تاني اكتب هنا ايه الاثنين بتاعتي ايه. تمام، هنا في عندي كام؟ اكسجين 2، وهنا في كام؟ 2 زائد 2 يبقوا كام؟ 4. يبقى انا اجي هنا احط ايه بقى؟ احط 2 هنا بالنسبه لي كده. تمام كده خلاص، هل المعادله كده بقت موزونه؟ المعادله ايه؟ موزونه. طيب المعادله دي بتتقري ازاي يا شباب؟ تتقري ازاي؟ ها 1 مولكيول من الميثان محتاج 2 مولكيولز من الايه؟ من الاكسجين عشان يطلع ايه؟ 1 مولكيول من السي او 2 زائد 2 مولكيولز من الايه؟ من الميه. يعني اقدر اكتب كده اقول ان ديت 1 الى 2 يديني 1 الى 2 نسبه وتناسب. ها يعني 1 يتفاعل مع 2 عشان يديني 1 وايه و2. الكلام ده ممكن ان هو يكون بالمول او ممكن يكون بالمولكيول. يعني اما ان انا اقول 1 مولكيول من السي اتش 4 مع 2 مولكيولز، ها، او ان انا اقول 1 مول. 1 مول هو كل 1 مول يا شباب من في كام مولكيول؟ كل 1 مول من السي اتش 4 في كام مولكيول؟ حد يقول لي بقى شاطر كده من اللي فاكر لسه الكيمياء. ها كل 1 مول في افوجادروز نمبر، فاكرين؟ ها اللي هو بيساوي كام؟ اللي هو 6 23 في 10 اس 23. كويس، كل 1 مول في الرقم دوت من المولكيولز، في الرقم دوت من الايه؟ من المولكيولز. تمام، طيب يبقى انا المعادلات بتقرا ازاي؟ اول حاجه لازم النيتشر بتاعه الرياكتنتس والبرودكتس اكون عارفها. النيتشر يعني دوت ميثان واكسجين يديني ايه؟ كربون دايوكسيد زائد ميه. النيتشر اول حاجه اكون عارفها. تاني حاجه لازم ان انا اعرف ايه؟ اعرف ها الستيتس بتاعتها. ها يعني سي اتش 4 دوت جاز، ممكن اكتب جنبيه هنا ايه؟ جاز. الاكسجين هو كمان جاز، السي او 2 هو كمان جاز. ها الميه ديت ممكن تبقى جاز وممكن تبقى ايه؟ ليكويد. ها ابقى انا عارف النيتشر بتاعه الرياكتنتس، ها، او الستيتس بتاعه الرياكتنتس والايه والبرودكتس. بعد كده ابقى عارف الاستيكيومتري اللي هي الريشيو ده، الريشيو اللي انا قلت ايه؟ 1 الى 2 1 الى 2. لازم ابقى عارف الكلام دوت. كويس، طب لو انا جيت حبيت ان انا احسب المولر ماس بتاعه الكومباوندز اللي موجوده دي، حد يقدر يحسب المولر ماس بتاعه سي اتش 4؟ كام المولر ماس؟ ازاي احسبها؟ الاول اجمع الاتوميك ماسز بتاعه الاليمنتس اللي موجوده. طب الكربون دوت ب 12، الكربون بكام؟ ب 12 زائد 4 في 1، الهيدروجين ب 1. تمام، يبقى دول كلهم مع بعض بيساوي كام يا شباب؟ 16. ماشي، طيب الاكسجين ب 16، الواحده ب 16. كويس، اضرب بقى 16 في كام؟ في 4 بكام؟ ها 64، صح كده. دوت هيديني هنا كام؟ ادي الكربونه ب 12 و32 يبقى كام؟ 44، صح؟ ماشي، والميه ب 18 في 2 ب 36، صح كده. اجمع لي كده الرياكتنتس مع بعضيها يطلعوا بكام؟ الرياكتنتس مع بعضيها، ها 4 و6 80. طب والبرودكتس برضو كام؟ 80. تلاحظ ايه كده؟ تلاحظ ايه؟ ان هو نفس الماس، صح؟ ليه نفس الماس؟ لان الماس از كونسيرفد. الماس ايه؟ هو احنا ليه عملنا بالانسنج؟ عشان تطلع الماس كونسيرفد بالشكل دوت. لاحظت احنا ماشيين ازاي في الايكويشن؟ ان انا اعرف وانا بفاعل ايه اصلا، وايه البرودكتس،
وبعد كده اشوف الستيتس بتاعتهم شكلها عامله ازاي، وبعد كده الماس لازم تكون ايه كونسرفد، يعني اي ايكويشن هتتعامل معاها هتنسى خطوه البالانسنج اللي هو الماس بالانسنج دوت، هتبقى الايكويشن ديت بالنسبه لك ايه، هتبقى غلط الايكويشن دي. تمام. طيب دوت بالظبط اللي احنا ايه شارحينه هنا في السلايدز ديت، ان احنا عملنا بالانسنج للايكويشن اللي موجوده عندي، وعرفت يعني ايه كيميكال ايكويشن، وازاي ان انا اعمل لها ريبريزنتيشن واحدد الاستيت بتاعتها. ادي مثال مديهولك في الاخر خالص على تفاعل ال HCl دوت مع صوديوم بايكربونات، اداني كربون دايوكسيد وميه وصوديوم كلورايد، وكل واحد الاستيت بتاعته ايه واضحه ومكتوبه قدام. برضه هنا الايكويشن نفس اللي انا عملته على السبوره، هو بيحطه لك بالارقام هنا. ها ادي الستوكيومتري 1 الى 2 المولز نفس الكلام، لو حطيتها مولكيولز ها هضرب الايه كل مول في الافوجادروز نمبر دوت، بعد كده لو حولتها للجرام هتبقى بالشكل دوت، والتوتال ماس از كونسرفد زي ما هي موجوده قدامي. طيب الاستوكيومتري كالكوليشنز بقى يا شباب، لو انا جيت خدت مثال مثلا قلت لك بقى التفاعل بتاع البروبان، هو بيسالني سؤال هنا بيقول لي وات ماس اوف اوكسجين ويل رياكت ويز 96.1 جرام اوف بروبان. ها عايز يعرف قد ايه الاكسجين محتاجه عشان يعمل احتراق ل 96.1 جرام من البروبان. طب هو البروبان رمزه ايه بقى الاول؟ البروبان رمزه ايه يا شباب؟ حد يقول لي كده رمز البروبان؟ ها يا شباب؟ سي 3 اتش كام؟ اتش 8 صح؟ هو التفاعل ده تفاعل احتراق صح؟ يبقى هيتفاعل مع ايه؟ هيتفاعل مع ايه؟ مع اكسجين عشان يديني ايه؟ ها؟ سي او 2 زائد ميه. أول حاجة عملناها دي، بعد كده أجي أعمل إيه؟ أوزن المعادلة، إزاي أوزن؟ أدي هنا في 3 كربون صح داخلين، المفروض يطلع عندي قد ايه؟ 3 اتحط ده ايه؟ تمام؟ بعد كده ابص للهيدروجين، كام الهيدروجين؟ هنا كام؟ يبقى احط هنا 4، تمام؟ اجي ابص على الاكسجين بقى، هنا في كام اكسجين؟ ادي 3 في 2 بكام؟ 6، 6 زائد 4 يبقى كام؟ 10، يبقى المفروض احط هنا كام؟ 5، كده اتوزنت المعادلة؟ اتوزنت، في أي مشكلة؟ كله تمام الحمد لله. طيب ايه السؤال بقى؟ بيقول لي ان هو عنده 96.1 جرام من البروبان، واحنا بنقرا الايكويشن اللي فاتت، هل انا جبت سيره الجرام في الاول ان 1 جرام ياخد 2 جرام يطلع 1 جرام و2 جرام، ولا قلت مولز وموليكلز؟ قلت مولز وموليكلز. يبقى الاول ال 96.1 جرام دولت المفروض ان هم يتحولوا عندي الى ايه؟ الى مولز. الى ايه؟ الى مولز. ازاي يتحولوا المولز؟ اقسم الماس على المولر ماس. خدت بالك؟ شوف انا عمال اقول لك مولر ماس مش موليكولار ويت، صح ولا ايه؟ في فرق بين الاثنين؟ في فرق. الويت بعد كده بعد شويه هتلاقي ان هو بيعبر عن الوزن، بيعبر عن الايه؟ مش الماس. طب في فرق بين الماس والوزن؟ الوزن دوت فورس، الوزن ايه؟ فورس. اليونت بتاعته تبقى نيوتن، ها؟ لكن الماس ده كتلة، والوحدة بتاعته جرام، جرام او كيلو جرام، كويس؟ طيب قبل ما ابص على ال 96 الرقم دوت، انا عايز ابص على ايه؟ على الاستيكيومتري بتاعت الايكويشن دي. الاستيكيومتري بتقول لي ايه؟ ان كل واحد مول بياخد 5 مول عشان يطلع 3 زائد ايه؟ زائد 4. اتفقنا على كده؟ طيب عايز احسب بقى انا دلوقتي ايه؟ احسب المولر ماس بتاعه السي 3 اتش 8 دي. ها؟ اجي اقول المولر ماس
ها بتساوي 3 في 12 3 في 12 زائد 8 في 1 يبقى بيساوي كام توتال؟ 36 زائد 8 بيساوي كام؟ 44 صح كده؟ يبقى دوت 44 اليونت بتاعتها ايه بقى يا شباب؟ جرام على المول. عشان برضو انا كل شويه بوضح لك حاجه اساسيه بالنسبه لك لازم تبقى عارفها، المولر ماس اليونت بتاعته ايه؟ هي الماس بتاعت 1 مول. طب تبقى اليونت ايه؟ جرام على المول. ما تحطليش ابدا مولر ماس او اتوميك ماس بدون الوحده بتاعتها، بدون الايه؟ الوحده بتاعتها، كويس؟ يبقى دولت 44 ايه؟ 44 جرام على المول. طب لو انا حبيت احول الكلام دوت الماس ديت الى مول، الى مول، دلوقتي اعمل ايه؟ ها؟ هتبقى اقسم ال 96 واحد من عشرة على ال 44 ديت، كويس؟ هو طبعا قاسمها لي عندي هنا كده، هو طبعا حطيتها على السبوره اهي قدامك، ها حاسب الايه؟ حاسب المولر ماسس بتاعه كل واحد، وحاسب الايه؟ الاستيكيومتري، وظبط الماس بتاعه الرياكتنس قد الماس بتاعه الايه؟ بتاعه البرودكت، وبعد كده ايه بيحول هو ايه؟ الى نمبر اوف مولز. فلما قسم هنا طلع النمبر اوف مولز بيساوي كام؟ 2.18 من 100 مول. ماشي يا شباب؟ 2.18 من 100 مول. طيب انا كل واحد مول من دوت من البروبان محتاج قد ايه من الاكسجين؟ 5 مول. يبقى ال 2.18 ديت محتاجه قد ايه؟ ها اعمل بقى المقص اللي هو الطرفين في وسطين، ها يعني بقول ايه؟ ان كل واحد مول محتاج 5 مول، صح؟ يبقى عندي 2.18 محتاج اكس، تبقى الاكس ديت بتساوي ايه؟ ها بتساوي 2.18 في 5 على الواحد، تطلع بتساوي كام؟ تطلع بتساوي 10.9 مول من الايه؟ من الاكسجين. لاحظ انا بكتب المول ازاي؟ وانا بكتبها كيونت كاتبها ام او ال مش ام او ال اي، ها برضه هتتعود معايا على ايه؟ على الكلام ده وانت شغال، كويس؟ طيب يبقى هو محتاج في المسألة عنده، هو بيسألك على الماس بتاعة الأكسجين اللي محتاجها عشان تتفاعل احتراق كامل مع 96 واحد من عشرة جرام من البروبان. أنا طلعت له نمبر اوف مولز، هل هو عايز نمبر اوف مولز ولا عايز ماس؟ ماس. ازاي أحسب الماس بتاعة الأكسجين؟ ها آخد ال 10.9 ديت، ها واضربها في ايه بقى؟ في المولر ماس او المولوكيولر ماس بتاعت مين؟ بتاعت الاكسجين اللي هي بتساوي كام؟ 32. بعد ما تعمل الكلام دوت تطلع معاك بتساوي ايه؟ 3.49 جرام من الاكسجين. ماشي كده واضح يا شباب؟ طريقه الحل سهله واحنا شغالين، ها مفيش اي مشكله فيها، الامور ماشيه سيستماتيك طول ما انت عارف الايه؟ الاساسيات والبيزكس ايه؟ والبيزكس بتاعتك. اوكي؟ يقول لك بقى في الواجب وانت في البيت كده حاول تحسب ايه الماس بتاعت الكربون دايوكسيد اللي هتطلع؟ احنا حسبنا الماس بتاعت الاكسجين اللي هي ايه؟ اللي محتاجاه عشان تحترق، طب الماس بتاعت السي او 2 اللي هتطلع هتبقى شكلها عامل ازاي؟ دوت حاول تجرب فيه في البيت ان شاء الله. بعد كده الماس اليونتس بقى، اليونتس بما اننا اتكلمنا بقى، شفت انا قلت لك المول بتتكتب ازاي؟ والجرام بكتب الجرام ازاي؟ الجرام جي سمول، صح؟ بكتب جي سمول، ها؟ فكل حاجه ليها ايه؟ ليها نظام عشان تتكتب بيها تبقى مظبوطه صح وما تحسبلكش غلط في الايه؟ في الامتحان، كويس؟ الانظمه بتاعت القياسات ديت انظمه يعني قديمه الازل، في ناس كانت بتوزن لو تعرفوا يعني حتى في جزيره العرب كانوا يوزنوا بالايه؟ بالصاع والمكيال وحاجات زي كده، كويس؟
كل دولة ليها نظام. اللي عاش في أمريكا مثلا عارف إن هم بينزلوا بالباونز مثلا، ها بيقيس المسافة بالإيه؟ بالمايل مثلا، أخدت بالك؟ ها ناس تانيين في إنجلترا مثلا تلاقيه بيقيس بالمتر مثلا أو بيوزن بالكيلو جرام. فالناس اتفقت على إنها توحد نظام عام إن هم يتفقوا عليه عشان تبقى القياسات ديت كلها إيه؟ يعني متعارفة فيما بينهم. النظام اللي هم اتفقوا عليه دوت اللي هو بيسمى عندي الإيه؟ الإس آي، الاس اي سيستم، الاس اي سيستم. وفي الاس اي سيستم ده يا شباب ها عندي في 7 بيزك يونتس، 7 بيزك يونتس، هم دول اللي هيتبنى عليهم السيستم اللي موجود ده عندي كله. ايه هم اليونتس دول بقى يا شباب؟ ها اللينث هيتقاس بالمتر، هيتقاس بالايه؟ مش بالكيلو متر، بالايه؟ بالمتر. والماس هتتقاس بالكيلو جرام، بالايه؟ طب انا عايزك تبص على اليونت بتاعت الكيلو جرام كده، كي جي. الكي دي سمول ولا كابيتال؟ سمول صح. طب لو كتبتها كابيتال تبقى غلط صح. صح طبعا. ده محل سؤال بيجي على طول كل سنه، والطلبه كل مره ايه برضو بتغلط فيه، ان هو يشوف الكي كابيتال ويقول عليها كيلو، يشوف الكي كابيتال ويقول عليها ايه؟ كيلو. كويس. التايم بيتقاس بالايه؟ سكند. اليونت بتاعته شكلها ازاي؟ سمول اس، سمول ولا كابيتال؟ سمول. بعد كده التمبريتشر بالكلفن، كي كابيتال. شفت الكي كابيتال بدات تظهر، يبقى انت لو شفت كي كابيتال تبقى ايه؟ كلفن. كويس. بعد كده الالكتريكال كارنت بالامبير، ايه كابيتال. الاماونت اوف لايت بالكاندلا اللي هي سي دي، الاماونت اوف ماتر بالمول، والسيمبل بتاعه اليونت سيمبل ام او ال اللي في الاخر ده، خدت بالك انا بكتبها ليه؟ 2 مول ام او ال، لان هي ديت السيمبل، هي ديت الايه؟ السيمبل بتاعها من غير الايه. ها عايز ادقق كويس قوي في السمول والكابيتال في الحاجات ديت، السمول والايه؟ والكابيتال، لانها تغير اليونت اللي موجوده عندي. عندي بعض البريفكسز اللي بتدخل على اليونت عشان ايه؟ تسهل الاكسبريشن بتاعها. ها ومن المتعارف عليه الحاجات اللي قدامي دي كلها احنا عارفينها كلنا. الكيلو مثلا 10^3، ها الميجا يعني 10^6، الجيجا يعني كام؟ الجيجا يعني 10^9، التيرا يعني كام؟ 10^12، وهكذا. عندك بقى الحاجات اللي ممكن لسه تكون جديده عليك، الدي سي اللي هي ايه؟ اللي هي بوينت 1 او ال 10^-1 دي سي. ها بعد كده السنتي اللي هي 10^-2، الملي 10^-3، المايكرو 10^-6، النانو 10^-9، البيكو اللي هي 10^-12، الفيمتو اللي هي 10^-15، وعندك الاتو كمان اللي هي 10^ كام؟ 10^-12. كويس. طيب لو انا عندي اكسرسايز مثلا بيقول لي which is the smallest، ال 1 ميلي جرام ولا المايكرو ولا ال 1 بيكو جرام، انهي السمولست؟ البيكو طبعا، البيكو اللي هي كام؟ هي الاصغر. طيب بعد كده بيقول لي مثلا ايه what is the name of the unit equal to 10^-9 جرام. 10^-9 لو شلت 10^-9 احط مكانها ايه؟ ال 10^-9 احط مكانها ايه؟ نانو. نانو ال 10^-9 ديت بتساوي الليتر ان، سمول ان اللي هي النانو. كويس. طيب ال 10^-6 مايكرو، ال 10^-3 الملي. تمام. هاو ماني بيكوميترز في الواحد متر دوت؟ ها احنا قلنا البيكوميتر هي 10^-12، ها فيبقى لو عندي واحد متر في كام بيكو؟ في 10^-12 بيكوميتر. كويس. طيب بيقول لي اكسبريس الرقم اللي قدامي دوت، وهو حاطه في الايه؟ في الاكسبوننشال فورم كده، عايز يحطه يعني يحط حاجه مكان الباور ال 10^3 ديت، اشيلها احط مكانها ايه؟ كيلو صح؟ احط مكانها كيلو. طيب بيقول لي استخدم، حط الرقم ده 4.2 ملي جرام، عايزه في الاكسبوننشال فورم، شيل الملي وحط اكسبونن، احط كام؟ 10^3. طيب الديسيمال نوتيشن استخدمها عشان تعمل اكسبريشن للرقم ده. ديسيمال، ديسيمال يعني هحط اصفار عشريه، ها فشيل الملي جرام واحط كام؟ احط الاصفار بالشكل اللي قدامي كده، ويبقى ديت اسمها الديسيمال ايه؟ الديسيمال نوتيشن. في عندي كمان درايفد يونتس، ها يا شباب. طبعا اللينث اليونت بتاعته المتر، لكن لو قلت لك السيرفيس اريا دي درايفد يونت هتبقى متر سكوير. طب الفوليوم هيبقى
متر كيوب، دي حاجات اسمها درايفد يونتس من البيزك، البيزك يونتس اللي هي موجوده ايه اللي موجوده عندي. فانا لو عندي 1 كيوب كده، 1 كيوب الايدج لينث بتاعه بيساوي 1 متر، بيساوي ايه؟ 1 متر. حد يعرف السيرفيس اريا بتاعت الكيوب دوت بتساوي كام؟ مساحه السطح. ها الشاطر اللي يقول لي مساحه السطح بتاعت الكيوب ده بتساوي كام؟ هو الايدج لينث بتاعه بيساوي 1 متر، تبقى السيرفيس اريا بتاعته بتساوي كام؟ اي مكعب ازاي احسب السيرفيس اريا بتاعته؟ كام؟ 6 في مساحه الوجه، مساحه الوجه بتساوي اللينث في الايه؟ الطول في العرض. ها يبقى بيساوي 1 متر سكوير اضربه في 6 يبقى المساحة السطح بتاعت الكيوب دوت بتساوي كام؟ طيب يبقى الكيوب الكبير دوت السيرفيس اريا بتساوي كام؟ 6. 6 ديت اللي هي عدد الاوجه صح؟ ها؟ في 1 متر سكوير يبقى بتساوي 6 متر سكوير صح كده؟ طيب الفوليوم بتاع الكيوب دوت، الفوليوم بتاع الكيوب ده بيساوي كام يا شباب؟ ها بيساوي 1 متر كيوب صح؟ الطول في العرض في الارتفاع، 1 متر ايه؟ 1 متر كيوب. لو انا جيت خدت الكيوب الكبير دوت وقطعته الى كيوبز صغيره، ها زي اللي موجود قدامي اللي هو الروز دوت، ها بحيث ان الطول بتاعه هيبقى مش 1 متر، لا هيبقى 1 ديسيمتر. يعني الواحد متر دوت هقطعه لكيوبس صغيره هتبقى 1 ديسيمتر اللي هي بتساوي ايه؟ 0.1 متر. يعني معناها ان كل ايدج قطعته ايه؟ 10 حتت، قطعته ايه؟ كاتس. يعني عندي كيوب كبير، كيوب كبير وليكن دوت، ابدا اخد ايه؟ 10 تقطيعات. فلما 10 تقطيعات يبقى الايدج لينس بتاعي بقى ايه؟ بقى 1/10 من الطول الرئيسي صح كده؟ بدل ما كان 1 متر اصبح كام؟ 1/10 متر. والواحد من 10 متر ديت هي ال1 دي سي ايه؟ ال1 دي سي متر. فهو دوت اللي هيطلع عندي موجود هنا الكيوب الصغير ده، كاني طلعت الكيوب الصغير ده. ها بقى ايه؟ بقى الطول بتاعه ايه؟ 1.1 متر او 1 ديسيمتر. كويس؟ حد شاطر يقدر يقول لي هاو ماني كيوبس ممكن ننتج من الكيوب الكبير؟ عدد الكيوبس اللي ممكن اطلعها. انا عايزكم تشتغلوا معايا شويه لعشان احس ان انتوا بتتدلعوا شويه. ها حاسس ان انتوا ايه؟ يعني ما اعرفش هل انتوا الناس اللي هي هو اللي معايا كل دوت اللي هو اللي رصب معانا في 102 ولا في حد فريش؟ الفريش يرفع ايده كده اللي هو اول مره. كلنا رصبنا في 102 قبل كده؟ ها في حد دي اول مره بالنسبه له؟ طيب نركز بقى مع بعض شويه عشان نقدر نطلع ايه؟ منتج. نطلع ايه؟ منتج. شويه ركز معايا، انا بسالك في حاجات بتاعت اولى ابتدائي اللي هو بنجيب للعيال الكيوبز يلعبوا بيها، خدت بالك؟ ها عندي كيوب الايدج بتاعه كان 1 متر، قطعته الى كيوبز صغيره، كل واحد الايدج لينث بتاعه ها 0.1 متر او 1 ديسيمتر. تفتكر اقدر اعمل كام كيوب؟ انا قلت لك ايه؟ في كل اتجاه هنقطع 10 قطعيات، هنقطع ايه؟ كده بالطول 10 وبالعرض 10 وبالجنب 10، يعني ثلاث مرات هنقطع بالشكل دوت. تفتكر كام كيوب هينتج عندي؟ ها يلا كام واحد؟ انتوا ما بتلعبوش الالعاب اللي هي بتاعت الاحتمالات والحاجات ديت يا جماعه؟ وخدتوا الكلام ده في الرياضيات. ها عدد الكيوبز اللي هتطلع عندي هتساوي ايه؟ 10 اس 3. 10 اس كام؟ ال 10 ديت اللي هي عدد التقطيعات، عدد الايه؟ في الـ في الـ في الدايمنشن الواحد، في الدايمنشن الايه؟ في الدايمنشن الواحد. ها بما انك عملت في 3 دايمنشنز فانت رافعها الباور بيساوي كام؟ بيساوي 3. يبقى هاو ميني كيوبز هينتجوا عندي؟ 1000.
ألف كيوب. ألف إيه؟ ألف كيوب. طيب لو حبيت أحسب الفوليوم، الفوليوم بتاعت الكيوبز دي، التوتال فوليوم بتاعت الكيوبز دي كلها، أحسب الفوليوم بتاع 1 كيوب وأضربه في كام؟ وأضربه في الألف. طب تعالى معايا أحسب كده، احسب معايا كده، ها الفوليوم اوف 1 كيوب هيبقى بيساوي ايه؟ هيساوي 0.1 متر هيطلع، ده الفوليوم اوف 1 كيوب صح؟ الفوليوم اوف 1 كيوب هيطلع بكام؟ ده الفوليوم اللي هو في 2، هنا انا هسمي دوت في 1، في 1 وديت اس 1 مثلا، ها؟ هاجي بقى على في 2، في 2 بيساوي الفوليوم بتاع ال 1 كيوب بيساوي كام؟ 0.1، مش هو الطول بتاعه 0.1 متر، وارفعه ل 3 يبقى 0.1 ايه؟ كيوب، صح كده؟ طيب اضربه في كام بقى؟ قلت اضربه في 1000، يعني في 10 اس 3، صح كده؟ طيب ما هو 0.1 دوت عباره عن ايه؟ 1 على 10 يعني 1 على 1000، صح؟ صح كده؟ ال 1000 هتروح مع ال 1000، فاوفرول هيطلع الفوليوم بتاع كل الكيوبز بيساوي كام؟ هيساوي 1 متر كيوب. هل يا ترى اختلف عن الفوليوم بتاع الكيوب الاصلي؟ ما اختلفش، صح؟ طيب عايز احسب، عايز احسب السيرفيس اريا اس 2، اعمل ايه؟ اعمل ايه يا شباب؟ ها احسب السيرفيس اريا بتاعت 1 كيوب واعمل ايه؟ واضربها في كام؟ اضربها في 1000. احسب كده السيرفيس اريا بتاعت 1 كيوب، يلا بتساوي كام بتاعت ال 1 كيوب؟ ال 1000 الاولانيه اهي موجوده عندي ايه؟ زائد السيرفيس اريا بتاعت الكيوب. قلنا السيرفيس اريا بتاعت الكيوب بتساوي ايه؟ 6 في مساحه السطح الواحد، صح؟ مساحه السطح الواحد بيساوي كام؟ 0.1 سكوير، صح كده؟ طب اضرب اعمل الحسبه ديت كده هتلاقي بتساوي ايه؟ هتلاقي بتساوي ايه يا شباب؟ ده 1 على 100، صح؟ 1 على 100 وعندي 10 اس 3 هيتفضل هنا 10، 10 ضرب في 6 تطلع بكام؟ ب 60 متر سكوير. 60 متر ايه؟ ايه اللي حصل هنا في اس 2 بالنسبه لاس 1؟ اس 2 على اس 1 بتساوي 10، صح ولا لا؟ اس 2 اللي هي 60 متر سكوير على 6 متر سكوير بتساوي كام؟ بتساوي 10. ال 10 ديت اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن النمبر اوف كاتس، النمبر اوف كاتس في 1 دايمنشن. يبقى النيو سيرفيس اريا، يبقى انت لو قطعت كيوب ها 10 تقطيعات في 1 دايمنشن وبعد كده قطعت في 3 دايمنشنز نفس التقطيعات ديت، السيرفيس اريا تزيد بنفس عدد الايه؟ التقطيعات في 1 سيرفيس، في 1 ايه؟ في 1 دايمنشن، في 1 فون دايمنشن، خدت بالك؟ ها؟ ومن هنا جت الريفوليوشن بتاعت النانو تكنولوجي. النانو تكنولوجي ان انا بقطع الماتيريالز وبكسرها عشان السايز بتاعها يصغر. طب لما السايز بتاعها يصغر ايه اللي يحصل في السيرفيس اريا؟ الزياد رهيب. ده انا كل دوت بس لسه بقطع عشان يبقى السايز بيساوي كام؟ بيساوي 0.1 متر اللي هو 1 دي سي متر. امال لو قلت لك قطع لي الكيوب دوت لغايه ال 1 نانو متر، تعرف تعملها في البيت؟ تعرف تعملها في البيت؟ ها؟ خد دي عندك واجب بقى، ها؟ عشان طبعا ايه؟ المساله ديت جت في الميد تيرم وجت كمان في الايه؟ الفاينل اكزام، ها؟ المساله ديت ان انا لو عندي كيوب قلت لك بقى الايدج لينث بتاعه مش 1 متر، 2 متر مثلا. غير الارقام زي ما انت عايز، وهنقطع الكيوب دوت لغايه اما الايدج لينث دوت مثلا سي مثلا يبقى 20 نانو متر، 20 نانو متر. احسب الزياده في السيرفيس اريا، احسب الزياده في السيرفيس. طب وافرض انا قلت لك الزياده في السيرفيس اريا تو فوليوم ريشيو، هل الفوليوم بيتغير؟ الفوليوم بيتغير؟ انا ثبتت لك دلوقتي عندي انا الفوليوم بيتغير؟ لا. يبقى السيرفيس اريا على الفوليوم هي هي نفس الايه؟ الزياده في السيرفيس اريا هي هي، لان الفوليوم ثابت. الفوليوم ايه؟ ثابت معايا، كويس؟ عايزك بقى تتحرك وتشغل مخك وتعمل الكلام دوت ايه في البيت عندك، كويس؟ اما هو قطع هنا
قال لك ان الفوليوم بتاع الكيوب دوت اللي هو الاي جي بتاعه بيساوي 0.1 متر او 1 دي سي متر، يبقى الفوليوم بتاع الكيوب ده بيساوي 1 دي سي متر كيوب. ال1 دي سي متر كيوب ده هو هو ال1 لتر، ال1 ايه لتر، يبقى الفوليوم اللي هو الحجم بتاعه 1 متر كيوب دوت في كام، في كام لتر، في كام لتر، في 1000 لتر. يبقى ال1 متر كيوب بيساوي 1000 لتر، بيساوي 1000 ايه 1000 لتر. لو عمل القطع ده تاني، نزل تاني بعد ما كان 0.1 متر او 1 دي سي متر، هخليه 1 سنتيمتر او 0.1 دي سي متر او 0.01 متر، هي كويس. هيبقى الايج لينث بتاعي هنا 1 سنتيمتر، وال1 سنتيمتر كيوب الفوليوم بتاع ده هو بيساوي الايه ال1 ملي لتر. وانا اقصد من هنا ان انت تعرف العلاقه ما بين المتر كيوب وما بين الليتر، ما بين الديسيمتر كيوب، ها الديسيمتر كيوب، وما بين الايه الملي، الملي لتر. ال1 متر كيوب بتساوي 1000 ايه 1000 لتر او 1000 ديسيمتر كيوب. ديسيمتر كيوب هي الليتر، هي الايه الليتر. عايز تسال فيه اتفضل. نعم، علي صوتك بس. الستة اللي في واحد ديت او الواحده ديت، ها الستة دي هي النمبر اوف فيسز. انت عندك الكيوب ليه ستة اسطح، ستة اوجه، صح؟ فبتحسب مساحة السطح بتاعت وجه واحد وتضربه في ستة، لان طبعا الاطوال كلها ايه متساوية معايا. ماشي؟ نعم؟ عايز ايه؟ 0.1 دوت هو ده؟ نعم؟ ده البوينت 1 هو ال1 ديسيمتر. ال1 متر دوت هنقطعه 10 تقطيعات، فيبقى اللينث بتاعي 1 ديسيمتر او 0.1 متر. ماشي؟ تمام؟ طيب اليونتس اذر درايفد يونتس يا شباب، انت مطالب بيها ان انت تعرف الفورس مثلا، الوحده بتاعتها نيوتن، والنيوتن اللي هو بيساوي ايه؟ كيلو جرام متر سكند ماينس 2، هي الجول على الايه على المتر، الانرجي بالجول، والجول اللي هو نيوتن في متر، ودي الدايمنشنز بتاعتها، البريشر، الباور، التشارج، البوتنشال. محتاج ان انت تعرف اليونتس دي. طبعا انت خدت الكلام دوت فين؟ في الثانوي العام قبل كده، عارف الكلام ده، لان احنا بنتحرك بين اليونتس ديت وبعضها، والدايمنشنز ديت ايه وبعض. يعني احد الاسئله اللي بتيجي عندي في الامتحان، اجي اقول لك مثلا الفورس مثلا، هل اليونت بتاعتها كيلو جرام متر سكند سكوير، وما احطلكش الماينس، تبقى صح ولا غلط؟ تبقى غلط. تبقى انت عارف ها ازاي تفنطها. طبعا انت عارف حضرتك ان الفورس بتساوي ايه، بتساوي الماس في الاكسلريشن ام جي، صح كده؟ ها والانرجي بتساوي ايه، الفورس في الديستانس. لازم العلاقات دي تبقى انت ايه ملم بيها وعارفها عشان تتعامل مع اليونت دي. اذر يونتس ثانيه، ها برضو نفس الكلام، وانا بحدد لك هنا ان الويت دايما كلمه ويت، ها اليونت بتاعتها اللي هي بتبقى بتساوي ايه نيوتن، ها تختلف عن الايه عن الماس. التمبريتشر عباره عن ايه، عباره عن مقياس لدرجه الهوتنس او الكولدنس بتاعت ايه، بتاعت اوبجكت معين او انفايرمنت معين. او اقدر اقول ان انا عباره عن بروبرتي بتقيس الديجري اوف راندمنس اللي موجوده عندي في الايه في الاتموسفير اللي عندي، درجة العشوائية، لأنها ليها علاقة بالحركة، ليها علاقة بالإيه؟ كل ما يبقى عندي الميديم فيه حركة كبيرة، كل ما تبقى إيه؟ الكينيتيك إنرجي ترتفع، كل ما التمبريتشر هي كمان إيه؟ ترتفع. لذلك إحنا في الأجواء اللي هي الحارة تلاقي إيه؟ درجة حرارة عالية، الحركة بتاع جزيئات الإير بتبقى إيه؟ بتبقى عالية، ها؟ ده معناها إن التمبريتشر هتبقى إيه؟ هتبقى عاليه، التمبريتشر هتبقى ايه. طيب لو انا شغلت مراوح، ده سؤال كده افكر فيه، مراوح هنا جوه المدرج والمدرج مغلق، تفتكر درجه الحراره ترتفع ولا تنخفض؟ ها ترتفع ولا تنخفض؟ ترتفع. ليه ترتفع؟ انت عمال تحرك في الجزيئات، صح؟ الجزيئات كل ما تتحرك الكينيتيك انرجي بتاعتها يجرى لها ايه؟ تزيد درجه الحراره، يجرى لها ايه؟ لذلك مع المراوح انت محتاج تفتح شبابيك، ها اير فلو للاير، عشان يحرك الهواء، يجيب البارد من بره ها ويطرد السخن.
لو ما عملتش الكلام ده وقفلت الغرفة او قفلت الروم اللي انت قاعد فيها، درجة الحرارة هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها ارتفاع. كويس. طيب عندي سكيلز مختلفة للتمبريتشر، احدهم المشهور جدا اللي هو السيليزيوس، ومبني على ان درجة تجمد المية بتبقى عند درجة صفر سيليزيوس، ودرجة الغليان بتاعتها بتبقى عند ايه؟ بتبقى عند المية درجة. يعني لو جيت بصيت كده ده الزيرو سيليزيوس، لو انا قلت دي درجة الايه؟ درجة التجمد بتاع المية، وديت المية درجة سيليزيوس، ها دي درجة الايه؟ البويلينج، وديت اللي هي الايه؟ فريزنج. كويس. عندي سكيل تاني اللي هو بتاع الايه؟ بتاع الكلفن، 273 و15 تقريبا كلفن، وهنا عند كام؟ 373 و15 كلفن، ها ده السكيل التاني. صح. في عندي سكيل تالت بيستخدموه في امريكا، بيقول لي ان الميه بيحصل لها تجمد عند 32 ديجري فهرنهايت، ويحصل لها فريزنج عند 200 عند 212 ديجري فهرنهايت. كويس. عايزك تركز معايا بقى شويه، ها ما بين الصفر والمية دولت في عندي كام درجة فرق؟ كام درجة؟ ها يا شباب كام درجة؟ من صفر المية في عندي مية. صح؟ طب ما بين 273 و15 و373 في كام واحدة؟ برضو مية. لكن من 32 ل212 في كام؟ 180 في كام؟ ها؟ يبقى دول الثري ديفرنت سكيلز اللي بيستخدموا للتعبير عن التمبريتشر. كويس. طيب لما احب احول ما بينهم، احب احول ما بينهم بعمل ايه؟ لو انا عندي درجه مثلا سي، مثلا سي عند الايه؟ عند ال 25 درجه، 25 درجه عايز احول للكلفن، اعمل ايه؟ اجمع عليها كام؟ ال 273 ديت، وتبقى بتساوي كام؟ هتبقى بتساوي 298 صح؟ و15. طب لو انا عاوز احولها للفهرنهايت هنا اعمل ايه بقى يا شباب؟ ها؟ اعمل ايه؟ اولا انا عملت ايه عشان احول من 25 ديت لغايه ال 298 ديت؟ بما ان هنا الستبس ديت متعادلة مع بعضيها، فده ما فرقش معايا ان هنا الفرق هنا هو الفرق هنا، الفرق هنا في السيليزيوس هو الفرق هنا في الايه؟ في الفهرنهايت. يعني لو خدت اي درجتين في السيليزيوس وخدت الفرق ما بينهم، هيبقى الفرق ما بينهم في الكلفن هو ايه؟ ذا سيم. الكلام ده مش منطبق مع الفهرنهايت، لان السكيل ده 180 درجة ودوت ايه؟ ودوت 100. كويس. يعني النسبة ما بين التو سكيلز ديت اللي هي عبارة عن كام؟ عبارة عن ايه؟ 100 على 180 اللي هي بتساوي 5 على كام؟ 5 على 9. يعني كل درجة عندي هنا أو كل فرق بواحد يقابله هنا إيه؟ يقابله هنا فارق بيساوي كام؟ بيساوي 9 على 5. بيساوي 9 على إيه؟ على 5. بيساوي 9 على 5. فبالتالي لو أنا عايز أحول أي درجة من سيليزيوس وعايز أوديها للفهرنهايت أعمل فيها إيه؟ يبقى أي ديجري سيليزيوس هنا، اي ديجري سيليزيوس تمبريتشر مثلا بالديجري سيليزيوس عشان احولها
عشان لو انا عندي بالفهرنهايت وعايز احولها لسليزيوس، عايز بالفهرنهايت وعايز احولها لسليزيوس، اجي اعمل ايه بقى؟ اقوم ضارب 5/9 في الدجري فهرنهايت، ها، واطرح منها 32. لا معلش سوري، الاول ايه، خليني احسب الثانيه اللي هي عايز اجيب العكس. الدجري فهرنهايت ديت، دجري فهرنهايت، ها، عايز احسبها، اجي على السليزيوس واقوم ضاربها في 9/5 واجمع عليها 32، واجمع عليها كام؟ 32. في الحاله ديت تقدر ان انت تطلع الدرجه الايه؟ الدرجه اللي هي الفهرنهايت ديت، ها؟ باجي اعمل ايه؟ الدجري فهرنهايت اضرب 9/5 في الدجري سليزيوس، ها، وبعد كده اجمع عليها 32. طب لو حبيت تجيب انت الدرجه السليزيوس ديت، الدرجه السليزيوس ديت، اعمل ايه؟ اجيب الدجري فهرنهايت اطرح منها 32، ها، وبعد كده ايه؟ اقوم ضاربها في 5/9، اضربها في 5/ ايه؟ على 9. دي كونفرجنز ما بين السكيلز، السكيلز وبعضها، وده احد الاسئله طبعا اللي بتيجي دايما تتكرر معانا في الامتحانات وهكذا. طيب ده مثال، مثلا بيقول ان النورمال بودي تمبريتشر عباره عن كام؟ 98.6 ديجري في، حولها، بيقول لك حولها لسليزيوس وكيلفن. للسليزيوس مباشره هتقوم عامل ايه؟ ها، ضارب، مستخدم القانون اللي عندي، الدجري سليزيوس بتساوي 5/9، ها، واخد مضروبه في الدرجه اللي هو مدهاني، مطروح منها 32 تطلع ب 37، تجمع عليها 273.15 تطلع بكام؟ طبعا احنا للتسهيل بنتعامل مع 273 بس، من غير الايه، ال 15% دي، ماشي؟ وده حاطط لك المساله هنا ايه؟ حاططها لي يعني بالثرمومترز بتاعتهم عشان تبقى عارف ان 98.6 بالنسبه للسليزيوس بتساوي 37، بالنسبه للكلفن بتساوي كام؟ 310.2. طيب بيقول لي احد الفيتشرز بتاعت السكيلز ديت ان ماينس 40 ديجري سليزيوس هي في نفس السكيل، لو حولت هتطلع معاك بماينس 40 ديجري فهرنهايت. طبعا ده تقدر تعمله مباشره، لو خدت اي درجه منهم وحولتها للثانيه فعلا هتلاقي انها بتساوي ايه؟ هتساوي نفس الدرجه اللي موجوده عندي دي. البريشر يا شباب هو عباره عن ايه؟ عباره عن النورمال فورس اكزيرتد باي فلويد. يعني ايه فلويد؟ جاز او ليكويد. النورمال فورس اكزيرتد باي فلويد بير يونت اريا، اليونت بتاعته اللي هي ايه؟ نيوتن على المتر سكوير، او الباسكال، او الايه؟ او الباسكال. البريشر دوت ليه يعني سينونيمس للسوليد سيرفيسز اللي انا بسميه الاستريس. في حاله السوليد بقول الاستريس، لو انت واقف على السكيت مثلا بتاعك فانت عامل ستريس، عامل ايه؟ سوليد ستيت، ها، سوليد ايه؟ سوليد سيرفيس، كويس؟ طبعا التحويلات ديت واليونتس ديت مهم جدا انت تعرفها، ازاي تحول من بار لباسكال، ها، وازاي تحول من اتموسفير الى باسكال اللي هو بيساوي تقريبا 10^5، ازاي ال1 اتموسفير بيساوي 760 ملي متر مركري او 76 سنتيمتر مركري، ها، وده بيساوي 760 تور، يبقى التور هو الملي متر مركري، كويس؟ لازم ابقى عارف الايه اليونتس دي. ازاي بقيس البريشر بمقياس تورشيلي دوت، البارومتر بتاعه، ان انت بتجيب تيوب رفيعه من الجلاس وتملاها بالزئبق وتقلبها في اناء مليان زئبق. لو انت حطت الاناء دوت عند سطح البحر، يعني عند الوان اتموسفير، هتلاقي الزئبق بيرتفع في الانبوبه اللي هي الصغيره ديت اللي جوه ديت، مسافه 76 سنتي او 760 ملي، ها، هو دوت ايه؟ ما يعادل الضغط الجوي. الضغط الجوي بيحاول ان هو يدخل الميركوري جوه التيوب، والتيوب ده ليها وزن، ها، بتعادل الايه؟ الضغط الجوي. فلما بيحصل ايه؟ الكوليبريم، بتلاقي ان الارتفاع دوت بيساوي ايه؟ 76 ملي متر مركري، كويس؟
فبيتقاس بايه؟ مقياس تورشيلي بالشكل اللي قدامي. طبعا احنا عارفين البريشر كل ما ارتفعت عن سطح البحر بيجرى ايه البريشر؟ الضغط بيقل معايا. كويس. برضو في عندي جهاز اسمه المانوميترز يقدر ان هو يقيس البريشر بتاعت الجهاز دي. تيوب بتبقى مصممه بالشكل ده وبيبقى فيها جزء من الميركوري والغاز محبوس جواها. على حسب ضغط الغاز دوت ها بيتشكل شكل الميركوري اللي هنا ده بالشكل اللي قدامي دوت. ده معناها ان في عندي هنا الضغط الجوي موجود هنا، ده الضغط الجوي جاي من هنا ها شباب. ده معناها ان الضغط الجوي ها اكبر من ضغط الغاز اللي جوه هنا. عمل ايه؟ عمل ان خلى الميركوري اندفع في الاتجاه اللي هو ناحيه الايه؟ ناحيه الجاز. فلو حبيت تقيس البريشر بتاع الجاز ده هيساوي الاتموسفيريك بريشر اللي هو هنا ده ناقص البريشر بتاع الايه؟ اللي جاي من ارتفاع الزئبق ده. طب والبي اتش دوت بيساوي ايه؟ بيساوي رو جي اتش. ايه هي الرو؟ هي الدنسيتي بتاعت الميركوري، الجي هي الايه؟ الاكسلريشن اللي 9.8 متر على الثانيه، الاتش اللي هي الايه؟ الارتفاع اللي حصل في الايه؟ في التيوب اللي موجوده دي. طيب لو كان الزئبق اتغير بالشكل اللي قدامي دوت، ده معناه ان الغاز هو اللي ضغطه ايه؟ اعلى من الاتموسفيريك بريشر. في الحاله ديت البريشر بتاع الجاز هيساوي ايه؟ البريشر اتموسفيريك زائد البريشر البي اتش دوت. لو انت حاطط مكان الاتموسفيريك ده الفاكيوم، في الحاله ديت البريشر بتاع الجاز هيساوي الايه؟ هيساوي البي اتش اللي موجوده عندي دي. طبعا في عندي سيستم تاني غير الاس اي بسميه السي جي اس سيستم. في الحاله ديت بستخدم السنتيمتر كوحده لللينس، الجرام كوحده للماس، السكند كوحده للايه؟ للتايم. لو انا حبيت اقيس برضو البريشر هيبقى اليونت بتاعته الداين بير سنتيمتر ايه؟ بير سنتيمتر سكوير. لو انا حبيت ان انا اقيس الوان اتموسفير بيساوي كام باليونت اللي هو السي جي اس سيستم دوت، هعوض هنا ادي البريشر بيساوي فورس على اريا، والفورس بيساوي ماس في الاكسلريشن. لو شلت الماس هحط مكانها ايه؟ هي كمان الفوليوم في الدنسيتي، والفوليوم على الاريا بيساوي ايه؟ بيساوي اللينث، فيبقى اللي هو الرو جي اتش اللي احنا قلنا عليها. رو جي اتش دي الارتفاع كان 76 سنتيمتر ها بتاع الميركوري في العمود اللي هو بتاع مقياس تورشيلي دوت، والدنسيتي بتاعت الزئبق بتساوي 13.6 جرام على سنتيمتر كيوب، والاكسلريشن بتساوي 980 سنتيمتر بير سكند. هتلاقي ان الوان اتموسفير بيساوي تقريبا 10.6 ها داين بير سنتيمتر سكوير. لو انت حبيت تحسبه بالاس اي سيستم نفس الخطوات ديت هتعملها، بس حط اليونتس بالاس اي متر يعني وكيلو جرام وهكذا، هيطلع ان الوان اتموسفير بيساوي تقريبا حوالي برضو 10.5 باسكال، حوالي 10.5 ايه؟ باسكال. كويس. ده اكسرسايز ازاي تحول من الاتموسفير الى من التور الى الاتموسفير. بيقول البريشر بتاع جاز از ميجرد از 49 تور. اعمل ريبريزنتيشن لدوت بالايه؟ بالباسكال. التور عشان احوله الى باسكال عايز امرره الاول احوله للاتموسفير، فبقسم على 760 تور بير اتموسفير تطلع بالايه؟ اليونت كده بالاتموسفير. وبعد كده لو انت عارف الاتموسفير اضربه في حوالي 10.5 باسكال، يبقى انا حولت كده لايه؟ الى باسكال. بالنسبه للايرورز، اي قياس يا شباب ها لازم ابقى انا ملم بالايه؟ نوع الايرورز اللي موجود فيها. وانت في المعمل مثلا بتوزن على ميزان، مثلا ميزان ها، محتاج ان انت تصفر الميزان في الاول. افرض ما صفرتش الميزان ها، يطلع ايرور عندك. طب الايرور دوت تفتكر لو انا قست تاني هيطلع نفس الايرور؟ لا، لو انا قست تاني على نفس الميزان. يعني انت عندك ايرور في الميزان ها، مثلا سي مثلا الميزان دوت لازق فيه حاجه وانت ما خدتش بالك ها، وانا ما صفرتش الميزان. هقيس الوزنه ديت هتطلع زايده مثلا 2.1 جرام. طب الوزنه الثانيه تطلع كام؟ زايده برضه كام؟ والثالثه؟ ده نوع من الايرور بيبقى اسمه سيستماتيك ايرور. سيستماتيك ايرور يعني ايه؟ كل ما اقيس يطلع نفس المقدار وفي نفس الاتجاه. يعني ايه؟ الوزنه الاولى زايده 2.1 والثانيه زايده 2 مش ناقصه، خلي بالك زايده يعني ماشيه في نفس اللي كله زايد ها، وبنفس المقدار اللي هو ايه؟ 2.1. ده اسمه ايه؟ سيستماتيك ايرور. اسمه ايه؟ سيستماتيك ايرور. السيستماتيك ايرور ده تقدر تعينه في الاخر ها، لو انت جيت ايه اكتشفت في الاخر ان انت ما خدتش بالك ان انت تطرح ال2.1 ديت، فقوم
حاسبها تطلع باتنين من عشرة قمت رايحها من كل القياسات يبقى انا كده حليت المشكلة. خدت بالك؟ ها ده اسمه سيستماتيك ايرور. سيستماتيك ايرور هو موجود في كل قراءة وفي نفس الاتجاه ونفس المقدار وهكذا. لو هو كبير يبقى كبير، لو هو صغير يبقى صغير في كل الايه، في كل القراءات. كويس. احيانا بيبقى صعب ان انت تلاحظه او ان انت ايه او ان انت تعينه. بيقول لك مثلا مثال على كده، غلط في الميزان مثلا وانت بتوزن، ها وهكذا. كويس. او انسترومنت مثلا استخدمه غلط، الراجل استخدمه غلط، ما عرفش يستخدم ايه، يستخدم الجهاز. كل دوت يعتبر من الايه، من السيستماتيك ايرور. انواع السيستماتيك ايرورز ديت، ها في منها اللي هو الاوفسيت او الزيرو ريدنج دوت، اللي هو ان انت نسيت تصفر الجهاز، ما عملتش اوفسيت، ها ما فصلتش، او ان انت ما ايه ما صفرتش الجهاز، او ان الجهاز عندك بيضرب في فاكتور وانت مش واخد بالك، ها كل شويه هو عمال يضرب في فاكتور، انت تقيس مثلا فيزودها لك الحاجه الضعف النص مثلا، ها وهكذا. يبقى ده اسمه ايه، مالتي بلاير او سكيل ايه، سكيل فاكتور. النوع الثاني من الايرور يا شباب اللي هو بيبقى راندوم، وده اللي المشكله بقى. الراندوم ده، الراندوم ده ايه، انت بتقيس مثلا ايه، باجي اقول لك خد 3 مللي في الايه بالبيبت مثلا 3 مللي، مره تقيس الثلاثة دي على انها 2.9 من 10، ومره تقيسها على انها كام، 3.1 من 10، ومره تقيسها 3.2 من 10، وكل مره عينيك نفسها مش قادره انها ايه تاخد نفس الايه، نفس القرايه. او انت مره بتقيس وبتدي لزميلك يقيس، زميلك عنده مثلا ايه عينيه كسره شويه، فبيجيب الايه السيرفس اللي تحت وانت بتجيب السيرفس اللي فوق. ها هل تفتكر القرايات ديت هتبقى ماشيه في نفس الاتجاه، ولا مره فوق ومره ايه وملهاش اي سيستم بقى؟ النوع دوت اللي بسميه الراندوم ايرور، او الاندترمينت ايه ايرور، او النون سيستماتيك ايرور. كويس. النوع دوت مشكلته ان انت ما بتقدرش ان انت توصل للترو فاليو، للايه، للقيمه الحقيقيه. امال توصل لايه بقى؟ توصل لافريج. افريج باجي اخد ايه بقى، الافريج، اجمع دي على دي على دي واقوم اقسمهم على 3 مثلا، ها يبقى انا كده خدت الافريج. هل الافريج دوت هو القرايه الصحيحه؟ لا، بس هو ايه، بحاول اقرب على قد ما اقدر. ها كل ما اكتر القرايات كل ما يكون الافريج دوت ايه احسن، كل ما يكون ايه الافريج دوت بالنسبه لي، بالنسبه لي احسن. يبقى دوت ما اقدرش اعينه، الاندترمينت ايرور دوت، وبيبقى مش في نفس الاتجاه، بيبقى راندوم، ها مره يبقى عالي ومره يبقى ايه، يبقى واطي وهكذا. مثال ليه مثلا، ها النويز اللي بتبقى مثلا في ايه الاجهزه الالكترونيه، تيجي تقيس تلاقيها طالعه ونازله، طالعه ونازله، طالعه ونازله، زي ايه رسم القلب كده، تلاقيه طالع نازل طالع، في نويز، النويز ديت ايه فوق وتحت. فانا باخد الايه الافرج، باخد الايه الافرج اللي موجود عندي. كويس. واحد مثلا ايه بيقيس السترينث بتاعت الطاقه الشمسيه ديت، وفي عنده مثلا ايه على سبيل المثال شجره، والشجره دي مره تميل ومره ايه ومره تعمل، فمره ياخد الاشعه عاليه ومره ياخد الاشعه ايه واطيه وهكذا. كل دوت يعتبر ايه نوع من الايرور. طيب الهاندلنج بتاع الايرور ده، الراندوم ايرور دوت، انا مضطر ان انا اعمل قرايات كتيره واخد الايه، واخد الافريج، واحسب الستاندرد ايرور، واحسب الستاندرد ديفيشن. فده كل دوت بيقربني الى قرايه بسميها ايه، بسميها البريسايز ريدنج بتاعتها، مور بريسايز. يعني الراندوم ايرور ده متعلق بحاجه اسمها البريسيجن، حاجه اسمها الايه البريسيجن، مدى توافق القرايات اللي هي اتقاست ديت مع بعضها، مش مع الترو فاليو، مع ايه. يعني انا افضل اقيس، لو قست 3 قياسات ولقيتهم ورا بعض قريبين من بعض، ابدا اقول ان انا ايه بقيت ايه كويس. هل لازم الثلاث قرايات دول يبقى هم ليهم علاقه بالترو فاليو؟ مش لازم، بس المهم ان هم يبقوا ايه قريبين من بعض. في الحاله ديت انا بقول على النتائج اللي انا قيسها ديت بريسايز، ما بقولش عليها اكيوريت، ما بقولش عليها ايه. الفرق بين الاكيوريسي والبريسيجن، الاكيوريسي هي بتقيس مدى توافق القياس اللي انا مطلعه ده مع الترو فاليو، مع الايه، وتتعلق ب السيستماتيك ايرور اللي احنا خدناه في الاول. ها السيستماتيك ايرور ده متصل بايه، متصل بالاكيوريسي، متصل بالايه الاكيوريسي. لكن البريسيجن
بتقيس مدى توافق مجموعة من النتائج انت قايسها مع بعضها. مع ايه؟ مش مع الترو فاليو. مش مع ايه؟ الترو فاليو. في الحالة دي بقول على النتائج دي ايه؟ بريسايز. بريسايز. او بقول على القياسات اللي انا عملتها دي ريبروديوسبل. كل ما عيدها تطلع هي هي. كل ما عيدها تطلع ايه؟ هي هي. بس هل ده لازم انها تكون متطابقة مع الكوريكت فاليو او مع الترو فاليو؟ لا مش لازم. مش لازم. كويس. طيب لذلك في عندي لعبة شهيرة جدا. انا كده اتكلمت على البريسيجن وعلى الاكيرسي. الاكيرسي ريفيرس تو اجريمنت اوف بارتيكولار فاليو مع ترو فاليو. اما البريسيجن هي عبارة عن ريفيرس تو ذا ديجري اوف اجريمنت among several measurements of the same quantity. كويس. وده ريفليكت ريبروديوسبل. اللعبه بتاعه الايه رمي السهام ديت يا شباب، لو انا بصيت ايه رمي السهام ده الغرض منها ان انت لو وصلت للترو فاليو ان انت يبقى بتخبط الايه المنتصف، صح؟ طب بص كده الاول حاجه عندي اللي هنا ديت، ها الدارتس اللي موجوده ديت هيدنج الايه هيدنج السنتر فعلا كلهم مع بعض، صح؟ يبقى هم هيدنج الترو فاليو ومع بعضهم متفقين مع بعض. تبقى القرايات دي بالنسبه لي ايه؟ ها بريسايز واكيوريت. يبقوا الاثنين بريسايز وايه اكيوريت. لكن الحاله الثانيه بص كده تفتكر دولت ايه؟ بريسايز لكنهم ايه؟ مش اكيوريت، صح؟ الحاله الثالثه ديت ها لا بريسايز ولا ايه ولا. يبقى انا قدرت افهم يعني ايه بريسايز ويعني ايه ويعني ايه اكيوريت. طيب ده بالنسبه لايه؟ احنا خدنا اليونتس دلوقتي يا شباب ازاي انا اعبر على اليونتس. هاجي بقى دلوقتي ازاي ان انا اعبر على الفاليو. اعبر على ايه؟ على الفاليو. عايزك تبص على البيوريت اللي موجوده عندي متدرجه ازاي. البيوريت دي يا شباب 20 21، يعني بين ال 20 21 كام خانه؟ 10. يعني الشرطه الصغيره اللي بعد ال 20 دي 20 1 من 10. لو انا خدتها وكبرتها بالشكل اللي قدامي هنا ديت، ها كويس، هتبقى دي 20 وديت 20 وكام؟ 1 من 10. واللي بعديها 20 وكام؟ 2 من 10. طيب لو انا بقيس ليكويد وجه في النص ما بينهم وسالتك الرقم دوت كام يا شباب، الرقم دوت كام؟ هتقول لي ايه مثلا؟ ها هتقول لي كام مثلا؟ واحد هيقراه هيقول لي كام مثلا؟ قول قول اي رقم كام. لا 10 وكام؟ 20. هو 20 20 وكام؟ 1 من 10 مثلا. واحد تاني هيقول ايه؟ 20 وكام؟ 5. حد تالت هيقول 20 وكام؟ ها؟ و 6 مثلا. 20 و 9. واحد تاني هيقول 20 بس. ها؟ خلاص؟ ماشي؟ لكن تفتكر حد هيختلف معايا في الرقم دوت الاول او الثاني؟ حد هيختلف فيهم؟ ها محدش هيختلف، صح؟ كل اختلافاتنا فين يا شباب؟ في الرقم دوت، صح؟ اللي هو اول رقم 10. لا معلش انا احنا قلنا كام؟ معلش لا ده دي 21 صح؟ عشرين واحد من عشرة. اه اوكي معلش. هنا في عندي في واحد هنا كمان، صح؟ صح يا شباب؟ مش احنا عندنا 20 1/10؟ دولت معروفين. الاختلاف كله في الرقم اللي هو ايه؟ اللي هو التاني العشر ده، التاني العشر. يعني 20 1/10 دي باينة قدامي، صح؟ 20 1/10 دي باينة قدامي. ها؟ العشرين واحد مفيش حد مختلف فيهم، اللي مختلف كله في الرقم الايه؟ اللي هو التاني العشر، الرقم التاني العشر، كويس؟ طيب، في الحالة ديت بسمي الرقم دوت certain digit، ده كمان certain، ده كمان certain. الاخراني دوت بقى الوحيد اللي اسميه ايه؟ uncertain.
uncertain كويس او doubtful او ايه doubtful doubtful يعني مشكوك فيه كويس او جاي بالجيسنج جاي بالايه بالجيسنج لكن ما فيش حد فينا هيختلف في الثلاث ارقام الاولانيين دول اللي هو العشرين صفر الاثنين والصفر والواحد من عشرة ما حدش فينا وهو بيقيس هيبقى عنده مشكلة الا ان هو يكون عنده مشكلة في النظر بقى لكن هو لو باصص هيبقى عارف ان الرقم هيبقى عشرين وبعديه واحد من عشرة والاختلاف هيكون في رقم المئات العشر دوت رقم المئات العشر كويس طيب سؤال هل واحد يقدر يتنبأ برقم ثالث يعني اجي اقوم كاتب ايه بعد ديت اجي بقى احط من دماغي اقوم كاتب خمسة هنا مثلا ينفع لا ما ينفعش لان الآلة اللي انت بتقيس بيها ما تقدرش غير تتنبأ برقم واحد بس تتنبأ بايه يبقى اي قراية عندي عشان تبقى significant كلمة significant ديت بدأت تظهر ايه significant لابد ان هي تبقى فيها ايه true او certain digits plus the first uncertain plus the ايه the first uncertain يبقى how many numbers هنا we have significant 3 certain زائد 1 uncertain دولت مع بعض كده بسميهم ايه 4 significant figures ها يبقى significance figures يا شباب هي عبارة عن ايه عبارة عن الارقام اللي هي certain بلس الاولاني اللي هو الان ايه uncertain كويس طيب انا مدي لك مثلا زي مثلا راح توزن انت على الميزان اللي هو مثلا ايه بتاع كيلو جرام وكده بتجيب طماطم او حاجة زي كده ينفع الراجل يجي يقول لك مثلا دوت الوزن بتاعه 1.0001 ينفع الميزان غير مؤهل ان هو يقرا الارقام العشرية ديت التلاتة صح فبالتالي الارقام دي بالنسبة لي اسمها non significant non ايه يبقى انت وانت بتقرا بيوريت بتقرا ببيت لابد تبقى عارف انا بحط انهي رقم بناء على السكيل اللي موجود عندك السكيل بيقدر يتنبأ يقدر يديني ايه certain ويديني ايه uncertain اخد اول واحد uncertain بس اول واحد ايه uncertain بس ماشي يا شباب طيب يبقى البيوريت ديت وانت بتقيس ممكن تقرا الارقام دي كلها ها دولت بسميهم certain والاخراني بسميه uncertain او doubtful اي قياسة لازم يبقى فيها كل certain زائد الفيرست ايه uncertain digit بالنسبة لي طيب يبقى البيوريت مستحيل انها تقرأ رقم فيه رقم ثالث عشري ثالث رقم عشري مستحيل ان هو يتقري ايه يتقري معي طيب لو انت بتقيس ببيوريت بسلندر كده في المعمل ومتدرج 10 20 30 40 او بتقيس ببيت كده عايز تاخد بيها فوليوم ها التدريج بتاعها رفيع فتقدر تديني ايه تديني accuracy وبريسيجن ايه وبريسيجن اعلى الببيت ديت متدرجة بالشكل ده 25 يعني عايز تقدر تقيس 25.00 ده معناها انها تقدر انها تتنبأ باول رقم عشري صحيح وتتنبأ بالتاني يعني تقدر تجيب لك الرقم العشري الاولاني certain والتاني تجيبه ايه تجيبه uncertain فتبقى القراية فيها رقمين عشريين لكن السلندر اللي تحت ده يقدر يدي لك القراية دي اللي هي 25 ها 25 ديت ممكن تبقى ايه تبقى 24 وممكن تبقى 26 يعني الشك في رقم العشرات الشك في رقم الايه في رقم الاحاد في رقم الايه في رقم الاحاد ايهما يكون مور بريسايز ان انت تقيس بيه تاخد فوليوم لو انا بقول لك خد فوليوم وعايز تبقى هو دقيق فيه تاخد بانهي الميجرنج سلندر ولا تاخدها بالبيبيت تاخدها بالبيبيت لانها تقدر تتنبأ بتاني رقم عشر تتنبأ بتاني رقم ايه تاني رقم عشر كويس
طيب وانت بتعد السيجنيفيكانس فيجر، لو انا عندي رقم وقايل لك انا جايبه بالميجرمنت، بالميجر طبعا السيجنيفيكانس فيجرز دي ها متعلقه بالقياس بالميجرمنت، بتقيس على جهاز ميزان، بتقيس مثلا حاجه طول مثلا بآله، بتقيس بايه؟ بآله. كويس، ده غير لو انا بعد، غير لو انا ايه بعيد، لا ده انا بقيس بقياس. كويس، وعايز احدد الارقام اللي هي السيجنيفيكانس اللي موجوده عندي. كويس، اول حاجه كل النون زيروز بتبقى سيجنيفيكانت، اي رقم غير الصفر فاي رقم بيبقى سيجنيفيكانت. يبقى اول قاعده بتقول لي ايه؟ كل النون زيرو بيبقوا سيجنيفيكانت. طب بالنسبه للزيرو في ثلاث حالات، اول حاجه ان الصفر يكون على الشمال، ودوت اسمه ليدنج زيرو. اسمه ايه؟ ليدنج زيرو. زي ايه؟ زي الارقام دي، الاصفار دي على الشمال. القاعده بتقول ايه؟ كل الاصفار اللي على الشمال ديت نون سيجنيفيكانت. نون ايه؟ يبقى لو سالتك هاو ميني سيجنيفيكانس فيجرز في الرقم دوت هتقول لي كام؟ اتنين بس. تاني نوع من الاصفار هو الكابيتيف، كابيتيف اللي هي بتبقى في النص، كل الكابيتيف زيروز ديت بتبقى سيجنيفيكانت، بتبقى ايه؟ يبقى رقم زي دوت كده هاو ميني سيجنيفيكانس فيجرز فيه؟ اربعه. تمام. تالت نوع اللي هو اسمه تريلينج زيرو، تريلينج اللي هو على اليمين، بيبقى سيجنيفيكانس لو عندك علامه عشريه ديسيمال بوينت، مفيش ديسيمال بوينت بيبقى نون سيجنيفيكانس. يبقى الرقم دوت فيه كام سيجنيفيكانس؟ ال100 ديت فيه كام؟ واحد. لكن الرقم اللي تحته فيه ثلاثة، لان فيه ديسيمال بوينت، فيه ديسيمال بوينت. كويس، طيب ده كده الارقام اللي بتيجي بالقياس. الارقام اللي بتيجي بقى بالعد او بتيجي بالديفينيشن، زي ايه مثلا؟ اجي اقول ايه؟ 8 ابلز، 8 تفاحات، ده رقم جاي بالكاونتنج عددهم 3 ستودنتس في البنش، رقم جاي بالايه؟ بالكاونتنج، بالكاونتنج. او اجي اقول مثلا ايه؟ المتر فيه 100 سنتي، ال100 ديت جايه بالديفينيشن، جايه بالايه؟ مش بقياس. الارقام اللي بتيجي بالكاونتنج او بتيجي بالديفينيشن، الارقام دي بسميها الاكزاكت نمبر، بسميها ايه؟ طيب الاكزاكت نمبر ديت فيها ديجري من البريسيجن او فيها هاو ميني سيجنيفيكانس فيجرز؟ فيها انفاينايت نمبر من السيجنيفيكانس فيجرز، يعني عدد لا نهائي من السيجنيفيكانس فيجرز. ها، اي حاجه تيجي بالايه؟ بالكاونتنج او تيجي بالديفينيشن. زي ايه؟ مثال مثلا 10 اكسبيرمنتس 3 ابلز 8 مولكيولز، الاثنين في الاثنين باي ار، اللي هي مساحه الايه؟ اللي هي محيط الدايره، او الاربعه على ثلاثه ار كيوب ديت اللي هي في الايه؟ في الفوليوم بتاع السفير، او ال1 انش فيه 254 من 100 سنتيمتر. ها، كل دي بالديفينيشن، كل دي تعتبر بالنسبه لي اكزاكت نمبر. طيب عد هنا السيجنيفيكانس في الارقام ديت، رقم زي اللي قدام ده بيقول ستودنتس اكستراكشن اون تي ييلدز، الرقم ده هاو ميني سيجنيفيكانس فيجرز فيهم يا شباب؟ ثلاثه، صح؟ لان اللي على الشمال دوت يعتبر بالنسبه لي ايه؟ ها، ليدنج زيروز، مش محسوب معايا. كويس؟ طيب الحاجه الثانيه، الرقم دوت هاو ميني سيجنيفيكانس فيه؟ اللي على الشمال مش محسوب، لكن كل اللي على اليمين محسوب، يبقوا كام؟ يبقوا خمسه. خمسه زي ما انت قلت، الخمسه والزيرو، وحتى الزيرو الاخير ده محسوب معايا. ليه؟ لان في ديسيمال بوينت، في ايه؟ كويس؟ طيب الرقم اللي بعده دوت هاو ميني سيجنيفيكانس فيجرز؟ في اربعه برضو. ها؟ اول بالمناسبه انا ما ببصش للايه؟ للعشره اس سالب ثلاثه ديت خالص، لانها ممكن تتحط ايه؟ كليدنج زيروز 0.00، كل ده بيروح معايا. كويس؟ ماشي؟ طيب عمليات بقى الجمع والطرح والضرب والقسمه في ارقام باستخدام السيجنيفيكانس فيجرز. ها؟ طبعا الاعداد بتاع السيجنيفيكانس فيجر بتعبر عن ايه؟ عن دقه في القياس، بريسيجن في القياس. فلما تاخد حاجه البريسيجن بتاعتها عاليه وتضربها في حاجه البريسيجن بتاعتها قليله، الناتج مش المفروض ان يبقى فيه بريسيجن اعلى من اقل واحده، لا، الناتج لازم يكون البريسيجن بتاعته زي اقل واحد. يعني لو داخل عندي ارقام هنا بضربها في بعضيها، واحد ليه 3 سيجنيفيكانس فيجرز والتاني ليه 2 سيجنيفيكانس فيجرز، ها، الناتج لازم يكون فيه ايه؟ 2 سيجنيفيكانس. طب يحصل ازاي ده؟ لو انت ضربت دول على الاله الحاسبه هتطلع 6 و8. ازاي ان انا اعمل لها كوريكشن؟ اقرب. اعمل ايه؟ اقرب، بدل ما تبقى، يعني لو سبت لي الرقم ده يبقى الناتج غلط، لازم اقربه يبقى 6 و4 من ايه؟ يبقى في حاله الضرب والقسمه بنظر الى عدد السيجنيفيكانس فيجرز في الانبوت، الاوتبوت لازم يكون فيه زي اقل واحد داخل عندي في القياس. ها؟ القاعده الثانيه في حاله
الايه الجمع والطرح. ها بنظر هنا الى النمبر اوف ديسيمال بليسز، ديسيمال ايه الارقام العشريه، في كام رقم عشري في النواتج، واحد فيه واحد والتاني فيه اتنين وواحد فيه تلاتة، لازم الناتج يطلع فيه ارقام عشرية زي اقل واحد، زي مين اقل واحد. فلو انا بجمع 12 واحد وحداشر من مية زائد 18 وزيرو زائد واحد وتلاتاشر من الف، الناتج لازم يطلع فيه كام رقم عشري؟ واحد رقم عشري بس. طب بعمل ايه في الرقم اللي بيطلع معايا الالة؟ بقرب. طب عملية التقريب دي بتتم ازاي؟ لو الرقم اللي انا هقربه دوت خمسة فيما فوق بزود كام؟ واحد. لو هو اقل من خمسة ما بعملش حاجة. طب عملية الزيادة دي ما بتبقاش ايه؟ ما بتاخدهاش سيكوينشال. يعني ايه؟ يعني ايه سيكوينشال؟ لو عندي الرقم اللي تحت ده خالص وعايز اقرب لرقمين عشريين بس، رقمين عشريين يعني 8 و 83 دي، عايز اقرب التلاتة ديت اشوفها، ابص لمين؟ ابص للاربعة ولا ابص للسبعة؟ ابص للاربعة. لو واحد بص للسبعة غلط هيخلي ايه؟ هيخلي الاربعة الاول خمسة، والخمسة تقوم رافعة لايه؟ رافعة التلاتة تبقى اربعة. يبقى كده عمل سيكوينشال راوندينج، وده غلط. وده ايه؟ ما تبصش للسبعة تماما، انا بص للرقم اللي بعد الرقم اللي انا هقرب له بس. كويس؟ فتبقى الاربعة ديت تتقرب لكام؟ ها؟ تبقى ستة واربعة وتمانين، تبقى ستة وكام؟ ستة وتلاتة وتمانين، ستة وتلاتة، لأن الأربعة ما بزودش حاجة، صح؟ الأربعة ما بزودش حاجة، كويس؟ طيب، اعمل الحسبة بتاعتك دي بتاعت المسألة الأولانية، واحد وخمسة من مية، في كام significance figures في الواحد وخمسة من مية ديت؟ تلاتة. طيب، الرقم التاني اللي هقسم عليه في كام significance؟ أربعة، يبقى الناتج عندي لازم يكون فيه كام؟ تلاتة بس. يبقى بعد ما تعمل الحسبة بتاعتك ويطلع الرقم الكبير اللي فوق دوت أقربه فيبقى واحد وسبعين من مية في عشرة سالب أربعة. واحد وعشرين ناقص تلاتاشر وتمانية من عشرة، ها؟ واحد ما فيهوش ديسيمال بوينتس ديسيمال بليسز، والتاني فيه واحد، يبقى الناتج لازم يكون ما فيهوش، صح؟ فالواحد وعشرين ناقص تلاتاشر وتمانية من عشرة المفروض تطلع سبعة واتنين من عشرة، أقوم شايل الاتنين من عشرة، أقوم شايل إيه؟ تفضل كام؟ تفضل سبعة معايا. لو حبيت احسب الار اللي هو اليونيفرسال جاس كونستانت دوت، ها بطبق القانون بتاع بي في بيساوي ايكوال تو ان ار تي، وادخل القياسات اللي هو مدهاني ديت، هتلاقي ان اصغر رقم عنده سيجنيفيكانس فيجر هنا هو ال 8 و8 من 10 اللي هو المولر فوليوم 8 و8، في رقمين 20 بس في سيجنيفيكانس فيجر كام؟ تو سيجنيفيكانس فيجرز. ها 2، لان الاصفار اللي على الشمال ديت ايه؟ لا تحسب، صح؟ هي لو كتبت 8 و2 من 10 في 10 سالب 2 برضه نفس الكلام، في كام سيجنيفيكانس فيجر؟ في 2 سيجنيفيكانس فيجر. الدايمنشنال اناليسيز يا شباب، ها؟ عباره عن ايه؟ ان انا بستخدم يونت فاكتور، بيقول لي ابل اند اورنج دو نوت اد توجذر. لما اجي احول من لينث بالمتر لازم احوله لحاجه بالمتر، ما ينفعش احوله لحاجه بالزمن، صح ولا لا؟ ها كويس. فبستخدم عندي ما يسمى باليونت فاكتور. لو انت عايز تحول مثلا ها من ايه من سنتيمتر لانش مثلا، بستخدم اليونت فاكتور 1 انش بيساوي 2.54 من 100. اليونت فاكتور ده يا شباب ده يعتبر اكزاكت نمبر معايا، اسمه ايه؟ اكزاكت نمبر. طب والاكزاكت نمبر قلنا فيه هاو ماني سيجنيفيكانس فيجرز؟ انفاينايت نمبر من السيجنيفيكانس، فبالتالي مش بيخش معايا في الحسبه، مش ببص له انت فيك كام سيجنيفيكانت، ده في عدد لا نهائي من السيجنيفيكانت. ابص للي جنبه، ابص لمين؟ للي جنبه. كويس. يبقى في الحاله ديت لو انا عايز احول من 2.85 سنتيمتر بضربها في 1 و2 على 54 فيطلع عندي بيساوي ايه؟ 1.12 انش، اللي هم عباره عن كام؟ عباره عن 3 سيجنيفيكانس، 3 significance figures. كويس. طيب بيقول لي هاو ماني ملي لتر في 1.63، بستخدم برضو الايه اليونت فاكتور دوت اللي هو 1000 ملي لتر على 1 لتر، واحول تطلع بكام؟ 1.63 في 10^3 ها ملي لتر. السبيد بتاعت الساوند في الاير بتساوي 343 متر على الثانيه، احسب السبيد دي بالمايلز بير اور. ها لازم احول الاول من متر الى مايل، ومن السكند الى ايه؟ الى اور. فبستخدم 2
يونت فاكتورز بستخدمهم، بس لازم ان انا احافظ على النمبر اوف سيجنيفيكانس فيجر. في الانبوت كان 3، في الاوت بوت هنا عندي برضو كان 3. هل انا بصيت جوه حاجه من اليونت فاكتورز دي؟ لا. ليه؟ لانها اكزاكت نمبر، فيها انفاينايت نمبر من السيجنيفيكانس فيجرز. اخر حاجه هتكلم عليها بسرعه دلوقتي اللي هو الكونسبت اوف ليميتنج رياكتان. لو انت يا شباب حد راح يشتغل مثلا في محل وقالوا له مثلا ايه، احنا عندنا ساندويتش هنا بيطلع بطريقه معينه، التركيب بتاعه عباره عن ايه؟ جوه الساندويتش دوت بنحط تو بريد، بنحط كام؟ تو بريد زائد 1 ميت، 1 ايه؟ لا 3 سلايز ميت، عندهم لحمه كتير، ماشي؟ 2 سلايسز من الايه؟ من البريد زائد 3 سلايسز، ده اللي هو بيسموه الايه؟ التريبل، بيسموه الايه؟ في 3 لحمه. حد راح جرب الحاجات دي قبل كده؟ كويس. ابقوا جربوا عشان ده ليه علاقه بالكيمياء برضو. كل ما تركز في الساندويتش كل ما هتفهم بقى الاستوكيومتري. كويس. طيب يبقى عندك تو بريد، انت رايح تشتغل عشان تصرف على نفسك، ها؟ عشان ايه؟ تصرف على نفسك بار تايم كده جنب الشغل، جنب الايه؟ جنب الكليه. فقال لك تو بريد و3 سلايسز من الميت زائد، عشان يشهيصك شويه حاطط لك 1 سلايس ايه؟ تشيز. قال لك ده الساندوتش اللي عندنا، ده اللي بيطلع، قاعد يدربك عليه وعلى صناعته وكده. هل ينفع ان انت لو ما لقيتش التشيز تطلع الساندوتش؟ ينفع؟ قال لك لا، عندنا ما ينفعش. ممكن عندكم في البيت مثلا ولا حاجه ممكن اهو هتدوس وخلاص، لكن في المحل ليه سمعته، صح؟ فما يطلعش الا بالكومبوزيشن ده، ما يطلعش الا ايه؟ بالكومبوزيشن ده. زي ما انا شرحت لك في الاول، الميثان بيتفاعل مع الاكسجين عشان يطلع الكربون دايوكسيد والميه. ينفع ان انا ما الاقيش مثلا هيدروجين اخلي الميه دي HO بدل H2O؟ كده الساندوتش ما طلعش، صح كده؟ لا، هو دربك على كده وجيب عمل لك اختبار، قال لك انا عايزك هعمل لك اختبار اشوف انت فاهم ولا مش فاهم. انت حفظت القصه ديت ان دوت بيكون 1 ساندويتش، صح؟ كانها كيميكال ايكويشن، دي رياكتنس بتطلع ايه؟ 1 ساندويتش، ماشي؟ وجه عمل لك الاختبار، قال لك يلا انا مدي لك 8 سلايسز من البريد و9 سلايسز من الميت و5 سلايسز من التشيز، هاو ميني ساندويتش يو كان ميك؟ يلا اللي يعرف يقول بسرعه، كام واحد؟ هاو ميني ساندويتش يو كان ميك؟ كام؟ واحد؟ طب أربعة؟ ثلاثة؟ اثنين؟ حلو. هي دي الكيمياء بقى يا شباب اللي عندنا، هي ديت الايه؟ فكرة الكيمياء. ازاي فكرة الكيمياء؟ ان انا لما جيت خدت الايكويشن CH4 زائد اكسجين وقلت ده بيديني ايه؟ CO2 زائد مية، صح؟ وحطينا ايه هنا؟ 2 صح تقريبا، وهنا 2 صح كده، اتظبطت الايكويشن، اتظبطت، اوكي. ها، وقلنا الاستوكيومتري ديت ايه يا شباب؟ 1 الى 2 بتديني 1 الى 2، صح؟ ها، طيب لو انا جيت قلت لك انا خلطت 2 زائد 2، لو انا خدت 2 مول من الميثان وخلطتهم على 2 مول من الاكسجين، تفتكر يطلع قد ايه سي او 2؟ يطلع ايه؟ 1. ليه طلع 1؟ ليه طلع 1؟ عشان الواحد من هنا ده الاثنين دي عباره عن 1 زائد ايه؟ زائد 1. واحد هياخد الاثنين ويطلع الواحد، الواحد الثاني يجي هنا هيلاقي حاجه؟ مش هيلاقي حاجه، يفضل زي ما هو موجود، صح ولا مش صح؟ نفس الكلام بالنسبه للايه؟ للساندويتش دي. لو انا خدت الثمانيه البريد، الثمانيه البريد دولت يقدروا يعملوا كام ساندويتش؟ 4. طيب هل الاثنين التانيين دولت يقدروا يعملوا معايا 4؟ الميت يقدر يعمل قد ايه؟ 3، صح؟ طيب التشيز يقدر يعمل قد ايه؟ 5، كويس؟ يبقى هم مع بعض اوفرول هيطلعوا قد ايه؟ 3 بس، صح؟ ويتبقى معايا تشيز ويتبقى معايا ايه؟ بريد، صح ولا لا؟ طيب انا عملت ايه عشان اعرف ان الثلاثه دي هي اللي هتوقفني؟ ها، قسمت الكميه اللي انا مديها لك على الكميه المطلوبه منها لكل ساندويتش، صح؟ قسمت الثمانيه
على ايه؟ على 2، وقسمت الايه 9 على 3، وقسمت 5 على ايه؟ على 5، صح كده؟ فلقيت ان اللي هيخلص معايا الاول مين؟ الميت. واول ما يخلص هتوقف. الميت ده في الحاله دي بسميها الليميتنج رياكتنت. بسميها ايه؟ يعني ايه ليميتنج؟ هيوقف التفاعل. ها، والباقيين لسه عندهم كميات. لسه عندهم ايه؟ كميات. وكميه البرودكت اللي طالعه يا ساندوتش معتمده على مين؟ على الليميتنج رياكتنت اللي هو اللي خلص ده. هي الكيمياء. هي الكيمياء ولا لا؟ هي الكيمياء، صح كده؟ ها، يبقى انا ببساطه شديده انا عملت ايه يا شباب هنا؟ طبعا دي الايكويشن ودي الاستوكيومتري بتاعتها. ها، ايه الابروتش اللي انا عملته؟ ها، جيت حسبت ايه؟ ادي الاستوكيومتري، جيت وادي الافيلابل، الكميات اللي موجوده عندي دي. قسمت ايه؟ قسمت الافيلابل على الايه؟ على الاستوكيومتري. طلع 4 3 5. بيقول لي الليميتنج رياكتنت هو انهي واحد؟ هو الرياكتنت اللي عنده اللوست ريشيو من المول افيلابلز على الايه؟ على الكوفيشن في البالانسد ايكويشن. في البالانسد ايه؟ لازم تبقى الايكويشن بالانس. ابروتش تاني ممكن كنت تعرف بيه برضو ان انت تاخد ايه؟ تشوف يعني البريد مثلا، البريد يقدر يعمل 4، اشوف التانيين دولت يقدروا يعملوا 4 ولا لا؟ الاقي لا ما يقدروا، التاني ده ما يقدرش يعمل اللي هو الميت، لكن التشيز يقدر يعمل 4 وزياده، صح؟ فبالتالي الميت اللي عنده ديفيشنسي، بيقول لك دور على الرياكتنت اللي فيه ديفيشنسي. هنا الميت عنده ايه؟ ديفيشنسي. لاحظ ان الميت انا ضايف منه 9 في الاول والتاني كام؟ 8 ودوت 5، يعني كميته الاكبر، مع ان كميته الاكبر لكنه ايه؟ هيخلص الاول، لاني بستهلك منه كميه ايه؟ اكبر، باخد منه 3 في الساندوتش، صح كده؟ ها؟ فدي تاني طريقه. بيقول لي الليميتنج رياكتنت هو ايه؟ هو الرياكتنت هافينج ديفيشنسي ريلاتيفلي تو اذر رياكتنتس ان فيو اوف ذير ستويكيومتري. كويس؟ الطريقه الثالثه ان انا اخد مثلا البريد كريفرنس مثلا، واقسم اقسم الايه؟ الافيلابل اللي موجود عندي دوت، ها، يعني اقسم الكوفيشنت الاستيكيومتري بتاعه البريد على الكوفيشنت اللي قدامها، وبتاع الميت على الكوفيشنت بتاع البريد، وبتاع التشيز على الكوفيشنت بتاع البريد، واحسب الريشوز ديت، فتطلع ايه؟ 1 1.5 ونص. واخد بعد كده ايه بالنسبه ل الافيلابل، اقسم 8 على الكوفيشنت برضو على الكوفيشنت بتاع اللي هو الكميه اللي هي الافيلابل بتاعه البريد. 8 على 8 بيساوي 1، 9 على 8 بتساوي ايه؟ 1.125. التشيز ال 5 على 8 هتساوي كام؟ هتساوي 0.6. وقارن الفاليوز ديت بالفاليو اللي فوق. ال 1.125 ديت هي اقل من ال 1.5 اللي موجوده فوق، فبالتالي دوت هو برضو اللي فيه ايه؟ deficiency. فاقدر اقول ان تعريف الليميتنج رياكتنت هنا هو الرياكتنت ذات كانوت بروفايد ذا كوانتيتي ريكوايرد تو كونسيوم ذا هول ماتيريالز اوف اذر ايه؟ اوف اذر رياكتنتس. يبقى عندي 3 طرق هنا اقدر ان انا اعبر بيهم عن، اعرف منهم مين هو الليميتنج رياكتنت اللي موجود عندي دوت. ودي الطريقه الاولانيه اللي حسبت فيها كام ساندويتش وعرفت من هنا ان الميت هو الليميتنج ايه؟ الليميتنج رياكتنت. وده شكل الايه؟ الساندوتش اللي هتتعمل. ها، وبالهنا والشفا ان شاء الله. هيتبقى معايا ايه؟ هيتبقى معايا بريد. ها، كام بريد؟ 2 بريد. وهيتبقى معايا تشيز، 2 تشيز هما كمان هيتبقوا معايا. ده ايه؟ ده مش مشكله بالنسبه لي. كويس؟ ازاي اطبق الكلام دوت على الايه؟ على الكيميكال ايكويشن بقى يا شباب. ازاي اطبق الكلام ده؟ بيقول لي الامونيا جاز بتتفاعل مع، طيب ماشي، تتفاعل يعني قدامي 10 دقايق وهروح ريست واجي تاني. ماشي؟ هكمل تاني، خلي القلم معايا. كويس. عندي هنا ايه يا شباب؟ بيقول لي الامونيا، طبعا انا عايزك تقرا المساله وما تتخضش منها. ما تتخضش ايه منها؟ لو في كلمة ما انتش عارفها ممكن تعديها، هتلاقي ان في ايه اللي جاي هيسهلها لك. الامونيا بتتفاعل مع النيتروجين
بيقول لي الناتشورال جاز كان بي بريبيرد يعني برودكت صح من تفاعل الجنسس امونيا على السوليد كبر اوكسايد. اول حاجه اعملها اكتب الامونيا ال NH3 زائد الكبر اوكسايد. ها عايزك تتعود بقى كتابه الايه الايكويشن. الرمز دايما بيبدا بحرف كابيتال ولو في واحد تاني يبقى سمول. ها الاكسجين هو كابيتال وادي عندي اهو التفاعل بيديني النيتروجين ده وادي الايكويشن زائد كبر زائد H2O. اول حاجه بعملها في الايكويشن ايه يا شباب اتفقنا؟ ها البالانسنج. اجي ابص للبالانسنج ادي ده داخل واحد طالع كام؟ اتنين. يبقى كده لا في عندي مشكله صح؟ اكتب ايه هنا؟ اكتب هنا الاتنين صح؟ تمام؟ خلينا اكتبها بلون تاني عشان نبقى ايه؟ نبقى عارفين. ادي اتنين اتنين امونيا. طب الاتش في ستة هنا كام؟ اكتب تلاتة ماشي؟ يبقى كده ظبطت معايا الكبر. طب الاكسجين هنا في كام؟ ها؟ في تلاتة اكسجين صح كده؟ يبقى لازم اكتب هنا كمان ايه؟ تلاتة صح؟ صح كده؟ ها؟ بما ان في تلاتة كبر يبقى هنا في كام؟ تلاتة كبر. هل كده الايكويشن مظبوطة؟ الايكويشن كده مظبوط. ايه المسألة بقى؟ أول حاجة هو قال لك ايكويشن، فأنا كتبت الايكويشن وعملت لها ايه؟ قبل ما أقرأ المسألة. بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي if a sample containing 18.1 جرام من الأمونيا. 18.1 جرام من الأمونيا تفاعلت مع 90.4 جرام كبر أوكسيد. بيقول لي أنهي هيبقى ليميتنج وإيه الماس بتاعة النيتروجين؟ الماس بتاعة النيتروجين. أفكر في المسألة إزاي يا شباب؟ أول حاجة محتاج إن أنا أحول الرقم دوت إلى إيه؟ نمبر أوف مولز صح؟ نمبر أوف مولز. طب أما تحسبها النمبر أوف مولز بتاعتها المولر ماس بتاعة الأمونيا بتساوي كام يا شباب؟ تساوي 17. فلما أحول دي إلى مولز تطلع بكام؟ 1.6 كده مول. ها 1.6 مول. طب بالنسبه للكبر تطلع 1.14 قسمت على 79.55 جرام بير مول عشان احول الى مولز كويس. طيب عشان احدد مين الليميتنج رياكتنت قلنا بنعمل ايه؟ باخد الاماونت الافيلابل ديت اقسمها على الاستوكيومتري واطلع الرقم هنا. ها فلو جيت اعمل الكلام دوت او ان انا اخد دوت رقم زي ما هو هيعمل هنا كده اشوف هنا الواحد وستة من مية دي المفروض على حسب الاستيكيومتري 1.6 على حسب الاستيكيومتري محتاجة قد ايه من الكبر اوكسايد؟ كل اتنين محتاجين تلاتة بقى 1.6 محتاجين قد ايه؟ هو عمل كده محتاجين كام؟ 1.59. هل ال 1.59 متوفرين عندي؟ لا مش متوفرين. يبقى مين الليميتنج رياكتنت؟ الكبر اوكسايد. سهله. يبقى الكبر اوكسايد هو الليميتنج رياكت. هيبدا ان هو يعمل اكتر من طريقه عشان بيعمل فيريفيكيشن اهو. خد النمبر اوف مولز بتاعت الكبر اللي هي 3 على 2 في الايكويشن. الريشيو ده بيساوي 1.5. هل الاكشوال اللي هو مدهوني بيساوي 1.5؟ لا اقل. يبقى الكبر اوكسايد اللي هو موجود فوق دوت هو اللي فيه ديفيشنسي يبقى هو برده الليميتنج رياكتنت. كويس. عمل تاني طريقه تانيه مختلفه برضو عشان يحسب الليميتنج رياكتنت حسب المول افيلابل على الاستيكيومتري بتاعت الامونيا طلعت بايه؟ ب 0.535 وبتاعت الكبر اوكسايد طلعت بكام؟ 0.38. يبقى الكبر هو الايه؟ هو الاقل هو اللي فيه ايه؟ هو اللي فيه ديفيشنسي. بما ان هو اللي فيه ديفيشنسي يبقى هو الليميتنج رياكتنت. هو الليميتنج ايه؟ هو اللي هيحدد كميه البرودكت. هو اللي هيحدد ايه؟ كمية البرودكت. اجي بقى ابص هنا يبقى انا عندي اللي موجود عندي 1.4 وعلى حسب الاستيكيومتري ده 3. ها وهنا في كام النيتروجين؟ هنا المفروض ان في 1 صح؟ يبقى كل 3 كبر اوكسايد بيطلع 1. يبقى ال 1.4 يطلع كام يا شباب؟ احسب النمبر اوف مولز بتاعت الايه؟ بتاعت النيتروجين
فتطلع بكام؟ ب 38%. ها، بس هو مش عايز النمبر اوف مولز، هو عايز الماس. بعد ما حسبت النمبر اوف مولز اضربها في ايه؟ في المولر ماس بتاعه النيتروجين، تطلع ب 10.6 جرام، 10.6، يبقى انا كده حليت المساله. ها، اليلد اللي طالع ده اللي هو الماس بتاعه النيتروجين دوت، بسميه ايه؟ بسميه الثيوريتيكال ييلد. يعني ايه ثيوريتيكال؟ ان الحسابات بتطلعه اسمه ثيوريتيكال، اسمه ايه؟ لكن ممكن وانت بتعمل الاكسبيرمنت دي ان رياليتي يطلع الماس ديت اقل من الايه؟ اقل من اللي هو متوقع بالثيوري، اقل. ليه؟ ممكن يحصل مثلا اي مشكله في التفاعل، سايد رياكشنز او امبيوريتيز او وات ايفر، ها، فيطلع الكميه ديت اقل. الكميه اللي هي ان رياليتي بتقيسها بعد ما تطلع دي اسمها ايه؟ اسمها الاكشوال ييلد. اسمها ايه؟ الاكشوال ييلد. لو انت خدت الاكشوال ييلد دوت وقسمته على الثيوريتيكال ييلد وضربته في 100، بيدي لك ما يسمى بالبرسنتيل، بيدي لك ما يسمى بالايه؟ البرسنتيل. ودوت طبعا بيدخل معايا في مسائل كتيره، ها، اقدر ان انا اتعامل معاها. منها مثلا مساله بيقول لي الميثانول دوت، ها، بيحصل له ايه؟ بيكونوه بتفاعل الهيدروجين مع الكربون، مع الكربون مونوكسيد. ها، وادي الايكويشن بالانس ده اهي قدامك وموجوده. بيسالني بقى سؤال، بيقول لي احسب الثيوريتيكال ييلد لو انت خالط 68.5 كيلو جرام من الكربون مونوكسيد مع 8.6 كيلو جرام من الهيدروجين. نفس الطريقه اللي احنا عملناها هنا، الايكويشن بالانس، احط الكميات، احول لنمبر اوف مولز، اشوف الاستيكيومتري، واحدد الليميتنج رياكتنت، وبعد كده احسب الييلد اللي طالع عندي. ادي اهو حابب يحسب ايه؟ يحسب اللي يحول الماس بتاعه الكربون مونوكسيد الى نمبر اوف مولز، حولها الاول، وحول كمان الماس بتاعه الهيدروجين الى ايه؟ الى نمبر اوف مولز. وبعد كده عشان يعرف الليميتنج رياكتنت بيحسب المول على الايه؟ المول افيلبل على الاستوكيومتري للهيدروجين، طلعت بالرقم ده 2.135، بتاعه الكربون مونوكسيد طلعت ب 2.44. يبقى الهيدروجين هو الايه؟ هو الليميتنج. وعلى حسب الايكويشن الهيدروجين بيطلع، كل واحد هيدروجين بيطلع واحد مول من الميثانول، ها، ويبقى الميثانول اللي هينتج عن كل 2 مول من الهيدروجين بيطلع 1 مول من الميثانول، يبقى النمبر اوف مولز بتاعه الميثانول هتبقى نص الهيدروجين، يعني هتبقى 2.135. اقدر ان انا احولها الى ماس، فاقدر اطلع الماس بتاع الايه؟ بتاع الميثانول دوت لو انا ضربت في الايه؟ في المولر، في المولر ماس دوت. بالنسبه لي يعتبر الايه؟ الثيوريتيكال ييلد. لكن بيقول لي ان رياليتي هو لقى ان الاكشوال ييلد طالع عنده 3.57 في 10 اس كام؟ في 10 اس 4. فلو قسم الاكشوال ييلد على الثيوريتيكال ييلد دوت وضرب في 100 يطلع البيرسنتيل. طبعا الايكويشنز ديت مهمه برضو يا شباب. لو انا جبت لك ايكويشن افتراضيه كده قلت لك 2 a زائد b بيديني a to b، ها، وانا بقول لك دي بالانسد ايكويشن، ها، وجيت قلت لك مثلا لو انا ده الاستوكيومتري بتاعتها معناها ايه؟ ان كل 2 مولز من الايه؟ ها، الايكويشن ديت اهي يا شباب 2a زائد b بيديني a to b، والايكويشن ديت بالانسد، تمام؟ دي معناها ايه؟ ان كل 2 مول يتفاعلوا مع 1 مول عشان يطلع ايه؟ 1 مول، صح؟ طيب لو انا جيت قلت لك ايه؟ طب 1 مول يتفاعل مع نص يطلع كام؟ يطلع كام؟ نص. ده معناه ان انا ضربت ديت في نص، صح؟ طيب لو هو على حسب المساله بيقول لك بقى ايه؟ لا ده انا خالط 1 مول مع 2 مول تطلع كام؟ هو على حسب الايكويشن كل كميه من الايه ديت محتاجه ايه؟ نصها من البي، صح؟ طب الواحد محتاج ايه؟ نصه. نص. هل النص ده متوفر هنا؟ متوفر وزياده. يبقى مين الليميتنج رياكتنت عندي هنا؟ الواحد. يبقى الايه هو الايه؟ هو الليميتنج. هيطلع قد ايه من البرودكت؟ هيطلع قد ايه؟ هيطلع نص برضه. هيطلع نص ايه؟ نص برضه. سهله؟ ها؟ ايكويشنز كده سريعه تبدا ان انت ايه تتعامل معاها. طب بيقول لي مساله ثانيه، لو عندي ايكويشن زي اللي قدامي 2 a زائد b c زائد b بيديني a c، بيقول لي ايه؟ اي من الايكويشنز اللي تحت ديت اللي ممكن تعبر تعبير صحيح عن الجمع بتاع الفورمولا بتاعته. هل ال c ممكن تكون بتساوي a زائد b؟ ال c ممكن تكون بتساوي a زائد b؟ اه طبعا، لو الايكويشن دي بالانسد من ناحيه الماس، لان انا قلت الماس از كونسرفد، ها، فبالتالي اه
لو الايكويشن دي بالانس تبقى العباره دي صحيحه، سي بتساوي ايه زائد بي. طب والثانيه بي بتساوي 2 اي سي، برده ممكن تبقى صحيحه لو الايكويشن ديت ايه مش بالانس، يعني ناقصها 2 قدام الاي سي صح. هل 2 اي زائد بي بيساوي اي سي؟ برده ديت صحيحه لان هو مديها لي اوريدي في الايه الايكويشن اللي فوق ديت، ودوت لو الايكويشن ايه بالانس، يعني all of them are a are correct. كويس. بيقول لي هل الليميتنج رياكتنت هاز ذا لوست كوفيشنت ان بالانسد ايكويشن؟ هل الليميتنج رياكتنت ليه لوست كوفيشنت؟ فاكرين لما قلنا 9 100 كان ليه الرقم الاعلى؟ ها هل لازم يكون هو الرقم الاقل؟ لا، ممكن يبقى الاعلى صح، ممكن يبقى الايه يبقى الاعلى صح، يبقى دي غلط. هاز ذا لوست ريشيو اوف مولز افيلبل على كوفيشنت ان ذا بالانسد ايكويشن؟ ايوه هي ديت اللي ايه اللي صحيحه، ليه لوست كوفيشن افيلبل على الايه على هاز ذا لوست ريشيو اوف ذا بالانس ايكويشن على المولز افيلبل؟ لا طبعا مش صحيح. كويس. انا يعني اتوقف هنا دلوقتي وادي لكم ريست كده تلت ساعه وارجع تاني الساعه 12 ونص ان شاء الله تعالى. ماشي، يعني الى ان نلتقي، نستودعكم الله الذي يستطيع ودائعه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.